مساء الفل، اهلا بيكم ولقاء جديد من باب الخل. جمعه جديده، يا رب تكونوا بخير. العواف، عواف ليه بقى؟ المصريين طول عمرهم يبتدعوا حاجات في ذهني كده قبل ما ابدا الحلقه بثواني، يعني ان هم كانوا يسلموا على بعض بطرق لطيفه جدا. فكلمه العواف دي يعني واحد داخل عليك يبدر العافيه كده، لكن العواف تقوم الله يعافيك. غيرنا كل حاجه وده كويس، بس يمكن محتاجين نفكر في الحاجات اللي بنغيرها. مش كل حاجه جايه من بره وجاء حديثه او بتاع يصح نقبلها. في حاجات في الدنيا كتير حلوه جدا احنا عملناها، ونصح ان احنا نحافظ عليها عشان خاطر نبقى يعني عندنا متمسكين بحاجتنا. الجمعة والعيلة والناس والأهل والأقارب، وأنا بوصي نفسي قبل ما بوصيك تخلي بالك. وإحنا النهاردة معانا الشيخ أحمد الملكي، وحنناقش، جبنا بيت شعر لعمنا أحمد شوقي، لأنه طبعا انتوا عارفين اليومين دول بتمر ذكرى 150 سنة على ميلاد أمير الشعراء. والحقيقة أنا أحب أكلمكم لأن أنا كنت جبت سيرة أحمد شوقي، الشاعر الكبير أحمد شوقي، يعني أمير الشعراء، في قصة أحمد عرابي، وما كنت غير مرتاح، مش مستريح ليه، إنه كتب قصتين في نفس السنة اللي عاد فيها أحمد عرابي. ولغاية دلوقتي أنا مش فاهم الحقيقة، لكن أحب أكلمكم عن قصة أحمد شوقي كشاعر الأسرة الحكمة، ثم تحول إلى شاعر الشعب. واخترنا أن احنا نروح سموها كرمة ابن هانئ، اللي هي متحف أحمد شوقي، بس بنخلص الإجراءات والحاجات عشان نقدر نخش المتحف ونصور. وأكلمكم عن الست قابلتني، كنت في فرح بنت واحد صاحبي بيكتبوا كتاب، فالست دخلت قالت لها يا استاذ مش عايز اتصور معاك، انا بحبك قوي اتفرج عليك، كنت جايب القلل وكده. قلل؟ قلل يا حاجه؟ طبعا ما قلتلهاش كده. لا، اذا ما كنتش هتاخد بالك اللي ورا القلة عمك فاروق، وان احنا بنتكلم على الصناعه المصريه، وبنتكلم على الايد المصريه اللي تتلف في حرير، وبنتكلم على الصبر والجهد و76 سنه وقاعد بيعمل فخار. لا، اذا كان المساله تحول لقله فهتبقى فيها كلام. انا طبعا ما زعلتش من الست، لكن حسيت انه يمكن الواحد محتاج يقول اكتر. يعني يقول اكتر ايه؟ يعني مش بندي نصايح، لكن بنلفت النظر بالناس، مش بيا انا، مش بالحاجه اللي انا قاريها او هقولها. سيبك من ده كله، الناس اللي في الشارع. يعني احنا رحنا زورنا ست في الجماليه، وخلتني وانا واقف معاها احس انه لازم اقدم كل التحيه والاحترام والتقدير لكل رجال التجاره في الجماليه. ده لما يجي التقرير احنا نبقى نذيعه الكلام ده. بس يعني الحكايه بتبقى، انا مش بصور منظر حلو، بس في منظر حلو، في صوره حلوه، وفي انسان جميل، هو ده اللي انا بصوره، هو ده الخلق بتاع ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا بنعمله. ورا كل بني ادم في قصه، في قصة كفاح، في قصة عطاء، في قصة صبر، في قصة ألم، في حزن مخنوق ومكبوت بيطلعه في الشغل طول النهار. في، خلي بالك، ما يعني صعب انك تلاقي ده موجود بره. احنا شعب شقيان طول عمره. الناس بره منطقهم، معظم الناس، انه يشتغل لغاية 50 55 60. دلوقتي المعاشات عندهم كترت، بقت تظن في لندن 68، لان العمر زاد، متوسط العمر زاد قوي، ويعملوا فلوس ويروحوا يتفسحوا بقى زي بتشوفوا السياح في مصر وفي دول العالم كله، بيروحوا يتفسحوا يتبسطوا. احنا عندنا من يعني من المهد للحد، من هو عنده كم سنه عامل حاج 8، كم سنه عامل حاج 7، كم سنه عامل حاج 9، كم سنه عامل حاج 10، ده بدايات الشغل، مش عنده 10 سنين، بدايات رحله الكفاح وتحمل المسؤوليه من بدري جدا. اقول لك قوانين بقى، ممنوع شغل الاطفال، ممنوع شغل، ما فيش حد قابلناه الا بيشتغل وعنده 10 سنين. ظروف اقتصاديه وظروف تعليم مختلفه، ودنيا فيها تفاصيل كتير وابعاد كتير جدا. اتمنى ان الناس ما تشتغلش الا
في السن المناسب عشان كل الواحد يعيش طفولته الحقيقية، لكن هي دي الحياة وهي دي الظروف. فاحنا قلل بس في حاجات وراء كل قلة بنقدمها، وفي حاجات وراء كل حكاية بنحكيها أرجو أنها تبقى موجودة عندكم، أن احنا بنحاول أحيانا الحياة يبقى مطلوب فيها أنك أنت تقدم حاجة مختلفة، مش بس عشان حضراتكم تابعوها وتشوفوها وتبسطوا منها أحيانا وأحيانا لأ، عشان خاطر تشوف الناس تقوم قلبك يحن. فاكرين لما قلت لكم أغنية أبواب حن؟ مش عارف البنت عملت ايه مع الولد اللي كان عمال يقولها تعالي ارجعي لي وبتاع وحاجات زي كده. ده بيت الشعر بتاع شوقي: ان بليت فكن صبورا سوف تنفرج الخطوب، ان بليت فكن صبورا سوف تنفرج الخطوب، وان كسرت فلا تبالي يجبر الله القلوب. شوف الرقه في الشعر، شوف الجمال في الشعر. بيقول الشعر مش بنتفزلك، هو بس بيختصر اللي ممكن انا اقوله في 10 دقايق. خلاص ان كسرت فلا تبالي. ايه ايه ليه ليه لا ابالي؟ لان ربنا بيكبر كل حاجه. وشوف انا حتى جبت قول لسيدنا عيسى عليه السلام: لا تهتموا في معيشتكم بما تاكلون او ما تلبسون. فالحياة أكثر من مجرد طعام وملبس أو لباس. انظروا إلى الطيور، شوف الحلاوة، لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع في مخازن وبتاكل كل يوم. قول يعني كل أقوال سيدنا عيسى عليه السلام جميلة. فيعني المهم تعالوا بقى إيه نخش في الموضوع على طول، نخش فيه نشبه الأول الأستاذ السيدة الفاضلة شيخة جواهر محمد القاسمي. كتبت تويتة بتشكرنا على البرنامج، وأشكرك جدا على كلامك الرقيق والجميل جدا جدا، وبتعلق على حكاية طارق وبتقول أنه الذي لا يتحرك لاتجاه طارق بإنسانية وهو قادر على ذلك فهو ذو قلب متحجر. قلوب كالحجارة أو أشد قسوة. عندنا قلوب كتير. هتسمعي بنت، لو أنت معانا يا شيخة جواهر، في بنت جاية بعد الفصل التاني ده هتقول جملة في نهاية حواري معاها، الحوار ما خدش 3 دقايق بس مهمة جدا. أنا بشكرك وبشكر الشيخ السلطان القاسمي، رجل درس في مصر، وبصرف النظر أنه درس في مصر وبتاع، العرب كلهم كلنا يعني لابد نضم. وانا يمكن برضو دلوقتي هتشوف تقرير حالا، خلي بالك انا برضو مش بروح اتكلم على الوكاله وعلى بني الدكر وعلى البن، خلي بالك في التقرير دايما بنحاول دايما بنحاول ان يكون في معنى. الوكاله اللي في الجماليه دي، وكاله بزرعه، فيها التاريخ الانسان العربي. صدقوا هي خلاص، تعالوا يعني نخش نشوفها على طول. بشكر الشيخه جواهر جدا على اهتمامها، والاستاذ صابر زكي كنت قلت انا بزراميط، انا مش فاكر قلتها بمناسبه ايه، لكن هو قال لي: يا حوده انا دورت لك على اصل كلمه بزراميط، جاءت من كلمه بيزار. هو كاتبها هي المفروض تكون بالفرنساوي، انا بقراها بالانجليزي. أنا الحقيقة لا أعرف فرنساوي ولا إنجليزي، وهي كلمة فرنسية الأصل بمعنى غير متناسق، يعني بيزار ديت الشيء اللي غير متناسق. فالمصريين اللبط عملوها بزراميط، فيبقى الكلمة صحيحة وليها ومعناها هو هو نفس المعنى. تعالوا نروح وكالة بزرعة ونشوف حكاية هذه الوكالة، المكان الجميل نخش عليه ونشوف هيوصلكم منه إيه. احنا فين بقى؟
احنا في شارع اسمه الطنبكشية، جاي من الطنباك. كان زمان الشارع ده تجارة الطنباك فيه هي الأساسية. تعرفين مصر كانت كلها زمان كده، وكان النحاسين والغورية مش عارف ايه، كل طائفة ليها مكان تيجي فيها الحاجة ويخزنوها ويبيعوا ويتاجروا، وتبقى كل مكان يعني مخصص لناس، ساغة مثلا بتوع الذهب ومش عارف ايه، حاجات زي كده. لكن احنا الحقيقة مش جايين نحكي تاريخ الطنبكشية والشارع ده، احنا جايين نخش الوكالة دي. في شوية حكايات لطيفة جدا هتسمعوها، حكايات دينية على أنبيائنا صلى الله عليه وسلم جميعا، وحكايات إنسانية، وحكاية عن المزاج. البن، صباح الفل. البن مزاج العالم كله دلوقتي، لما دخلنا حرموه، صباح الفل، حرموه وموتوا واحد، فحصلت حكايات كبيرة جدا. عمك بزرعة ده بقى صاحب الوكالة دي هو اللي مزج المصريين. بص يا سيدي بقى، المحتل لما جه هنا، عشان بس الناس اللي بتتكلم ما تاخد بالها، زي ما انت شايفين كده، لندن، لانكشاير، فاير، كانت دي مطافي. لكن هي اصلها ايه بقى؟ اصلها هو لما رجعت لنا حاجتنا احترمناها، فعملنا وكالة بزرعة. لكن هي في كتاب وصف مصر مكتوب هنا زمان، تقع الوكالة القرن ال11 هجري، القرن ال17 ميلادي. 11 هجري يعني بنتكلم بتبقى ايه، 1000 وكذا. تقع الوكالة في شارع الطنبكشية بحي الجمالية، وقد وردت الوكالة في كتاب وصف مصر تحت اسم وكالة الكيخية، وهي مبنى مخصص للأعمال التجارية والإقامة. الكيخية دعمك حسن، كانت خدة قلناها قبل كده كتير، إن هي يعني محافظ يعني. الوكالة دي بقى يا سيدي لازم نسجل هنا الشكر لكل الأسماء الموجودة، مهما كان رأي حضرتك، أنه حصل في عهد عبد الرحيم شحاتة محافظ القاهرة، وفاروق حسني وزير الثقافة، ودكتور اللي كان رئيس الوزراء الله يرحمه، ومشروع ترميم وكالة بزرعة تحت رعاية السيدة سوزان مبارك. ده حصل واتفتحت في 18 مارس 2001، وده عمل لازم تقول للناس متشكرين عليه، ان حافظوا على المكان اللي قبل ما اتكلم ولا كلمه عنه هنلف لفه فيه كده. وانا بتكلم معاك، ده مكان وكاله اتعملت زي ما هو مكتوب في القرن ال11 هجري، كانت في الاول مكان لتجاره الاخشاب. وبعدين اللي يهمنا فيها بقى، واللي اسمها موجود معانا، وكالة بزرعة دي بقى وكالة البن والصابون النابلسي. انتوا ما تعرفوش الصابون النابلسي، احنا كان عندنا صابون زمان كده غبي كده اصفر كده بنستحمى بيه، يعني بالليفة ونستحمى بيه، انا شخصيا مش اجدادي. لكن لما نجيب صابون النابلسي يبقى ده حدث مهم، تتحط كده تحتيها طبق عشان ما تتاكلش من الميه، وتبقى دي الصابونه تستحمى بزيت زيتون، الصابون النابلسي الاصلي. ده كان بيجيبه تاجر برضو من فلسطين طبعا. وعمك بزرعه ده بقى جاب البن اليمني واللي بان الدقن. هنا كانوا يخزنوا ويشونوا الحاجات. باب زي ما انت شايف كبير جدا لان تخش الجمال، ويخزنوا الحاجة. فوق هنا بقى عامل سويتات للتجار، يعني كل مكان من دول فيه أوضتين ودور كده زي فيلا، سويتات للتجار يقيموا فيها التجار، بيقعدوا شوية يعني أسبوع أسبوعين ثلاثة، يفضوا بضاعتهم ويخلصوا تجارتهم ويمشوا.
قصة الوكالة وقصة عمك بزرعة وقصة أهل اليمن في مصر لازم نحكي لكم حكاية القهوة البن ده جه مصر إزاي؟ لأن حكاية لطيفة. الأزهر طبعاً بيحوي طلاب من كل الوطن العربي، مش الوطن العربي، من كل العالم الإسلامي، كل المسلمين عايزين يدرسوا الفقه المظبوط والمذاهب المظبوطة والشريعة المظبوطة كله هنا في الأزهر، فييجوا يدرسوا والدراسة صعبة. قوم في من ضمن الطلبة طلبة يمنيين، فاليمنيين بيجيبوا معاهم حاجة غريبة، علبة كده خشب فيها حاجة كده بني يعملوها في الماء السخنة ويشربوها ومسخللوا ويصحصحوا ويعرفوا يذاكروا ويسهروا في المذاكرة، مفيش أكزخانات بقى ولا أدوية ولا كلام من إيه ده؟ بيعملوا إيه دول؟ فبدأوا الطلبة اللي جنبيهم دينا شوية نشرب، بيصحصحوا بقى تمام، مشروب جميل جدا بيصحصحهم ويخليهم يقدروا يذاكروا. قوم شم حد من الشيوخ الخبر، والشيخ ده كان تقريبا المفتي ومعاه ناس مريدين، قالوا ايه اللي بيشربوه ده؟ ده بيسهروا؟ لا 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 ده حرام، ممنوع شرب البتاع ده حرام. بقى ليه مؤيدين وفي ناس تانية بتقول لا نشرب، ها معركة بتاع مش عارف ايه. يقول لك ان في واحد اتباع الشيخ دول قتلوا واحد، فراحوا مدانين قافلين عليهم المكان وراحوا بنيين صغار يتقبلوا العزا في الراجل اللي مات ده، فراحوا عاملين قهوة عشان يغيظوا الشيخ اللي جوه ده، وراحوا عاملينها سادة عشان في عزا وكده، فمن هنا طلعت القهوة السادة في العزا من الموقف ده. كتب التاريخ بتقول كده. ايه اللي حصل بعد كده؟ ان الحكايه كبرت، هم حبسوا بقى الشيخ دوت المفتي ده والمريدين بتوعه وحبسوهم جوه، لدرجه ان الامر وصل للباب العالي فوق هناك في اسطنبول، والراجل السلطان بقى ولا الباب العالي كان اسمه السلطان بقى قال لك لا خلاص الكلام ده مش ما ينفعش، والناس دي تشرب القهوه، وشال المفتي عزله وجاب شيخ جديد، وبدأت القهوة تنتشر في ربوع مصر في أمان وحلال وكله تمام. من هنا جت المشروب الجميل اللي هو اللي كلنا بنشربه، العالم كله بيشربه، وجت فكرة القهوة السادة في المياتم اللي دلوقتي بيشربوا شاي وناقص يشربوا حاجات ساقعة الحقيقة. ده بقى يعني شرب القهوة في مصر. لكن هل هي تعممت يعني بقى في بن مالي مصر؟ لا، الحقيقة انه بقى زرعها عمك بقى زرعة، هو بقى دي الوكالة دي عملها وكالة للبن وللصابون النابلسي واللبان الدقر، وأصبح البن من القرن 19 لما عمك بزرعة خد الوكالة دي وعمل فيها هذا الشغل الفزاري. أما بقى عمك بزرعة ده ليه حكاية بقى، لأن دول إيه من حضرموت. حضرموت دي قديمة قد إيه؟ يعني أقل رقم 3000 سنة، يعني واحدة قبل الميلاد واثنين بعد الميلاد حضرموت. طب إحنا إيه علاقتنا بحضرموت غير إنها دولة عربية وإحنا عرب كلنا مع بعض؟ لينا علاقة وطيدة، إحنا قرايب يعني، لأنه لما سيدنا إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام واجعل أفئدة من الناس تهوي إلي، لما ساب هاجر المصرية، خلي بالك بإسماعيل ابنها اللي هو نصه من إبراهيم اللي هو جاي من الشام ونصه التاني من المصرية الأم المصرية، فجت قبيلة ماشية في الصحراء بتدور على مية. إيه بقى حكاية القبيلة وإيه ليه إحنا بقينا قرايب بالجينات؟ هنعرف لما نطلع فوق. في القرآن الكريم سيدنا إبراهيم عليه السلام نادى ربه ودعاه، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم،
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تمام؟ تمام. انتوا عارفين القصة الشهيرة انه راح وقعد بستنا هاجر وابنها الطفل الصغير الرضيع ولا عودي هنا، فبصت له كده، الله أمرك بهذا؟ فأومأ النعم، يعني عمل لها كده النعم، هو قال لي كده. فقالت له إذن لن يضيعنا، وتفجرت الماء وقالت لها زم زم بتلمها، حتى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال رحم الله هاجر، لو أنها ما قالت زمي لكانت ينبوع لا ينضب أبدا ويمتد ويمتد، يعني كان ممكن يبقى حاجة زي نهر النيل كده، لكن هي المية كترت فقالت لها زمي، يعني اللي بتلمها. في قبيلة، هو بقى اللي أنا عايز أقوله لك ده، قبيلة ماشية في الصحراء بدور على مية، الحتة دي ما فيهاش مية، لكن لقوا حد من الخبراء بقى منهم، لقوا طير كده ماشي في السماء، منظر يوحي إن في مية في الحتة دي، فقالوا لا ما فيش مية في الحتة دي، طب نروح نشوف. فراحوا لقوا سيدة ومعاها طفل صغير رضيع يعني، ومية مية مية، ما هنا ازاي كده؟ ننزل عندك؟ قالت لهم تنزلوا عندي بس بشرط، الماء لي. قالوا لها الماء لك. وقعدت. مين دول بقى؟ دول قبيلة جرهم اليمنية العتيقة، هم اللي ربوا سيدنا إسماعيل، وهم اللي جوزوا سيدنا إسماعيل. يبقى شفت بقى رسالة القرابة هاجر المصرية اللي هي أم إسماعيل، إسماعيل اتجوز ناس من قبيلة جرهم وعملوا الدنيا اللي انت شفتوها دي كلها. ما تيجي بقى تمشي كده مع سيدنا إسماعيل تلاقي ناس تتفرع إلى فرعين، عدنان وقحطان. عدنان هو جدنا، جد النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو سكن شمال الجزيرة. أما قحطان فسكن جنوب الجزيرة، اللي جاي بعديه يشجب ويعرب وسبأ. ده كان ملك عظيم جدا سبأ دوت، لأنه سموه سبأ من إنه بيسبي كتير. وتفرعت الأمة اللي إحنا عايشين فيها دلوقتي، منين بقى؟ من إسماعيل عليه السلام لعدنان وقحطان. عدنان اللي هو نسل النبي، اللي هو وصل للنبي، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لغاية يوصل النسل من محمد لعبد الله لكذا 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 لغاية عدنان، وأقول بقى استنى، كذب المنسبون خلاص بقى. بعد كده في كلام، نفس الشيء بالنسبة لقبيلة قحطان. فالصلة بيننا وبينهم صلة عميقة جدا جدا جدا. فعشان يجي بقى بزرع الحضرمي ويعمل ده، واللطيف كمان انه بزرع يجوز ولاده المصريين. بزرع لما خد الوكالة دي في بداية القرن ال19 عمل تجارة عظيمة جدا، وكان شخص محبوب جدا عند المصريين. مكناش بقى وقتها نقول ده يمني ومش يمني، مفيش كلام منه، كان هنا في المنطقة بيحبوه جدا. وطبعا في حكايات بتتقال بقى عن مدى كرمه ومدى العز اللي هم كانوا عايشين فيه يعني. ويثبت تجارة البن، اي حد عايز يشتري بن من مصر بيجي عند عمك بزرع البن اليمني. البن اليمني ده جه اصلا من الحبشة. البن اصله فيه حاجة، للزرع لازم بين جبلين، يعني لازم جبل كده وجبل كده ويزرعوا البن جوه تحت. وده انا رحت شفته في اليمن. واللطيف ان انا لما شربت قهوه في اليمن ما عجبتنيش. فقلت لهم ايه ده، مش حلوه القهوه؟ قال لا، ما هو ده احنا بنبيع البن لكن بنشرب قشر البن، هم متعودين عليه بيحبوه اكتر من البن نفسه. فيبيعوا البن وياخدوا القشر يعملوا بيه قهوه مخصوصه ليها طعم تاني عندهم، لكن هم بيحبوه. حضرموت اللي هي جايه منها عمك بزرع دي اللي هي الاحقاف، إذ أنذر قومه بالأحقاف، عاد اللي هي المنطقة القديمة جدا. فزي ما بقول لك إنه شوف الوكالة دي، أنا بشكر كل واحد يهتم بيها وجددوها وطوروها. صحيح هي لسه محتاجة شغل،
وصحيح بنسمع عن ان هي ممكن تبقى فندق يعني للسياح اللي جايين مثلا القاهرة، ممكن يجوا عشان يزوروا بس المنطقة دي، عايزين يقعدوا يومين ثلاثة، منطقة المعز والحاجات دي كلها، فممكن ده يتجدد ويتطور ويبقى شيء جميل جدا. اما اخر حاجة بقى اقولها لكم بقى، عشان انا كان في لبان ذكر وكان بيجوا الولاد صغيرين ياخدوا اللبان بيقع من الشولة وكده. اللبان الذكر ده يمكن مش اكيد، لان كلمة حضرة موت هي حضرة ميت ممكن، وحضرة موت بضم الميم مش ما فيهاش واو، تضم الميم، مت، حضرة مت. وفيها بقى أقوال كتير عن أصلها، إنه سيدنا صالح لما حضر هذا المكان مات فسموها كده، وفي ناس تقولك لا ما اسمهاش كده، دي هي اسمها مش عارف إيه واسمها إيه. وفي ناس تقولك حاجة لطيفة، إن فيها كان أول شجرة لبان ذكر، فكانت بتعمل ريحة مميتة صعبة جدا، ومن هنا جاءت تسمية المكان بحضرة موت. لكن الأسماء كتير، لكن التاريخ بيقول بس إن إحنا حتة واحدة، لا ننفع إن إحنا نغضب من بعض ولا ينفع إن إحنا نأذي بعض، لأنه زي ما بقول لكم أنا وصلت لكم الحاجة بمنتهى البساطة، سيدنا إبراهيم من الشام من فلسطين، هاجر من مصر، إسماعيل من مصر والشام، إسماعيل جاب عدنان وقحطان، قحطان في اليمن، عدنان في الجزيرة العربية كلها من فوق في الشمال، حاجة واحدة، حاجة واحدة. لأنما لما تيجي تبص بقى للوقت، الوضع الآن دلوقتي، وتشوف القديم كان إيه، بتحس بحاجة، حاجة مش كويسة. إذا كان سيدنا علي قال إذا كان الفقر رجلا لقتلته، ينسبون إليه ذلك، ما أعرفش الحقيقة إذا كان قوله قاله علي يعني رضي الله عنه، إنما لو كان الضعف رجلا لقتلناه جميعا. العالم اجتمع زي 100 سنة فاتت، السنة اللي فاتت يعني سنة 17، سنة 17 أو 18، الاتفاق اللي انتوا عارفينه كلكم بتاع سايكس بيكو والقصة الخرافية دي، لما قعدوا عملوا كده مسكوا قلم ورقة دب 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 وما سكتوش، بعد 30-40 سنة بدأوا يشتغلوا على الدب دب ده يكسروه برضو. واحنا بنتفرج كنا دولة كبيرة، انت عارف يعني انت تركب جمل يعني عربية دلوقتي من تركيا وتنزل تمشي زي ما انت عايز في كل جزيرة العرب وفي كل شمال افريقيا، كل ده تمشي فيه زي ما انت عايز، لحد يقولك انت رايح فين ولا جاي منين، لان دي كلها دولة، كانت دولة واحدة. صحيح حصل فيها تقاطعات، يعني في ناس استولوا فترة، في ناس حكموا فترة، الحكم انتقل من الشام فترة في مصر، يعني الحكم التقيل، وبعدين اتنقلوا وبعدين راحوا، وبعدين الدولة العثمانية انتوا عارفين في تركيا باسطنبول، والدنيا زي ما انتم شايفين فكت 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 فكت. عشان كده القوة هي أصل الحياة، لكن مش بالقهر ولا بالظلم ولا بالافتراء. لما بتكون قوي بيبقى كل العالم ملكك، بس يعني قوي يعني مسؤول يعني وحاجات من دي، لا، عندك عزة. واحد مش لاقي ياكل وتلاقيه قوي، ليه؟ لأنه ما بيستغني، معاه ياكل فول كل يوم ما عندوش مشكلة، بس ما يتزلش، ما يتهنش. هي دي الفكرة، إنه مصر فيها خير كتير جدا، الوطن العربي كله على فكرة، الناس مؤمنين وبيحبوا جدا عبادة العطاء، لكن محدش بيفكر إنه جنب العطاء ده في مذلة. ليه؟ لأنك بتدي بإيدك. يعني أنا بقول مثلا محلات كتير في مصر، ناس كتير بتخش تشتري، مش الشعب، خلي بالك الشعب هنشوفه بعد الفاصل، لكن ناس بتشتري وناس بتاكل وناس بتشرب، قوم أسيب بقشيش للبتاع، خد شكرا، عشان يقول لي سعادة البي وسعادة الباشا، احتراما للناس، صندوق صغير كده، اللي عايز يحط بيسموه تبسي، يعني عايز يحط بقشيش يحطه في الصندوق.
في محلات تقول لك ما فيش دبس. يا عم ده الموظف اللي واقف بتاع الامن ده مرتبه 1000 جنيه و1200 جنيه و1700 جنيه. اعمل صندوق الناس اللي عايزه تحط تبس تحط زي ما عايزه، بقشيش يعني، عايزه تحط تحط زي ما عايزه. لانه بيقولوا ما فيش، لكن برضو الناس بتدي. لكن فكره انك تدي في الايد دي فيها اهانه، فيها بيفقد البني ادم مع الوقت العزه ويصبح مد الايد حاجه سهله. فلازم نفكر في الحكايه دي، انه لابد يكون في يعني شكل اخر من التعاون بين الناس وبين بعضها. يعني انا في بنت كنت قابلتها في مانيا الشيحه، بنت شابه صغيره كده متجوزه ومخلفه، بتعمل نشاط رائع. ايه النشاط اللي بتعمله؟ هي ومجموعه من البنات في المنطقه اللي هي ساكنه فيها بتلم من ده وبتلم من ده، وتجهز هدى، تجهز منى، تجهز عليا، تجهز فتحيه، من غير اهانه، من غير ما تديها حاجه. هي فتحيه بتتجوز محتاجه ايه؟ ثلاجه، غساله، بوتاجاز، تشتريهم وتروح تديهم لها. لانه الدنيا بقت اقصى مما الواحد يتوقع او يتصور. هنشوف. طب نعمل فاصل عشان انا دايما بسبق الاحداث. نعمل فاصل عشان اقول لكم ايه التطور اللي حصل عند الناس نتيجه ان الحياه بقت اقصى مما يستطيعوا. بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. ارجو يكون التقرير بتاع وكاله بزرعه يعني لقى المعنى او اكتر من معنى عايزين نقوله مهم. الرجوع للتاريخ حاجة في منتهى الأهمية، لأنه بيفهمك أشياء كثيرة جدا. النهاردة الدنيا يعني زحمة لدرجة أنه يعني مش عارف والله، يعني الله يكون في عون الجميع أنك أنت قادر تتعامل. يعني إحنا برضو أنا بالنسبة لي أنا الدنيا يعني محدودة عندي، لكن اللي منطلق في الحياة وبيشتغل الصبح وبيشتغل الظهر وبيشتغل بالليل وبيتابع ده وبيتابع ده وعايز يفهم وعايز يعرف، حاجة صعبة جدا جدا جدا. لذلك هيشرفنا إن شاء الله يوم الحد الكاتب المبدع خالد الخميسي عشان يكلمنا عن هذا الزحام في الحياة، مش بس العربيات والشوارع، الدنيا يعني الله يكون في عون الجميع بصراحة. إن بليت ها فكنت صبورا سوف تنفرج الخطوب، ما عاد لازم تفك، مفيش ما بتتقفلش أبدا. وإن كسرت إن بليت فكن صبورا سوف تنفرج الخطوب، وإن كسرت فلا تبالي، يكبر الله الخطوب، يكبر الله القلوب، ويكبر الله الخطوب، والله يكبر كل شيء، كل شيء. الدنيا ما بتبقاش أبدا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، إلا تنصروه، مش عايزين تنصروه بلاش، فقد نصره الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين، الله أكبر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. شوف بقى بقية الآية بتقول إيه. فأنزل الله سكينته عليه، ما قالش عليهما، وأيدهم بجنود لم وأيده بجنود أيده برضه. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. تمام؟ ما قالش أيدهما أو ليه؟ لأنه حين يعني يستريح الرسول يطمئن صاحبه على الفور. شوف دي مسألة توحد بين الرسول وصاحبه، وقال له كلمة واحدة، قال له لا تحزن. وفي كتاب جميل للشيخ عائد القرني صح؟ أظن شيخ جميل أنا بحبه جدا، عامل كتاب اسمه لا تحزن، كتاب من الكتب القيمة جدا. تعال بقى شوف أم شروق، وبعدين وإحنا خارجين منها اتخبطنا في سارة، فكأن الدنيا بتتظبط معانا، كأنه حد بيبعتنا نعمل إيه. نقول لك
ان نشوف الست الشقيانه دي هي واخوها عملوا ايه للبت الغلبانه دي. يا سلام. يعني شوف اللي هي بتقول لك اسمعوها وبعدين اسمعوا ساره ومعاها بنفس التقرير. ساره مع ام مشروق. طب نسمع ام مشروق الاول، ست بسيطه من حي الجماليه، نشوفها ونرجع ان شاء الله. صباح الفل. زي ازي حضرتك؟ احنا في الجماليه، بس الحته دي اسمها ايه؟ هنا درب المصمت. درب المصمت. وهنا حاره الاربعين. في مصمت هنا يعني مهم؟ لا لا، دي كلها اثار الحته دي. اتمنى يا ريت حضرتك حد يهتم بيها، اثار جامد قوي. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليك. الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك. عامل ايه؟ الحمد لله بنعمه. الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك ان شاء الله. بعد بكره وبعد ان شاء الله، بكره وبعد باذن الله ان شاء الله. شرف. الله يكرمك. ازيك يا مشروق؟ ازي حضرتك؟ انت بقى ايه حضرتك؟ من زمان حضرتك على فكره. من ايه؟ دكتور حسام موافي ده كان لي صاحب فضل على امي والله، ورحنا مجلد صباح الخير. حتى حضرتك وصلنا ليه. هو ايه يعني مراتي. حد جاء وصلتني للدكتور حسام. وصلتنا للدكتور ده راجل خير، دكتور حسام والله امي. والله العظيم الحمد لله. لا الحمد لله، ربنا يخليك، ربنا يخليك. انت جوزك بيشتغل رفه؟ رفه سجاد. رفه سجاد اللي هو العجل. حلوه. ايه ازاي بدات تتاكل بقى؟ جميله. ازاي بقت يعني تندسر؟ لا بتحرك، بتنقرض. يعني هو بيرفي السجاد العجمي؟ ده هو العجمي بيترجعها زي ما كانت. فنان فيها يعني. ما هو مش متعلم يعني. صنعته. صنعته. في حاجه فيها في السجاده اسمها مطرح. يعني لو ورده متشاله هو بيرجعها زي ما هي بالابره. يا سلام. والله. بس نظره بقى ضعيف. ففي بقى يعني هو من سني مش كبير، بس هي النظر الشغلانه ديت عايزه نظر جامد قوي، وهو من صغره فيها ما يعرفش غيرها. وبيشتغلها لسه؟ بيشتغلها صنايع. بس ايه بقى؟ صنايع. ايه اللي حصل؟ يعني من ساعه الثوره بقى شغلها قليل، بقى اللي عنده حاجه قديمه كان بيدفع عليها الافات. عشان المطرح ده، لان يرجع السجاده. بس يرجع السجاده ب 100,000. لما ياخد فيها 2000 جنيه مش حاجه. لا مش حاجه. انا بقى كنت برسم الرسمه بتاعه السجاده، كنا احنا الاثنين بنشتغل مع بعض. يا سلام. والله العظيم. وبطلت ليه؟ ما اتجوزت بقى. انا عارف انك درست لغايه الاعداديه. لما كبرت اتعلمت. اتعلمت وانا متجوزه. خدت محو اميه وبعدين دخلت. وايه اللي خلاك عملت كده يا مشروع؟ كنت نفسي اقرا، كنت ماشي في الشارع اشتهجت كده كلمه، عايزه اقرا، عايزه تيجي كتابه كده اعرف اقراها. عشان كده. وعشان وجوزك إيه؟ ما يزعلش منك انك رحمه امي ولا لا؟ والله اللي كان بيشجعني. وهو بيعرف يقرا ويكتب. حده يعني. وعندي العدية وقفتي. وبعدين فتحت المحل ده قريب. جيت بقى الحاجه اللي انا افهم فيها. بقالك كام سنه هي هنا يا مصطفى؟ بقالي هنا 15. انا مولوده هنا في الحاره دي. مولوده هنا. بيت امي جوه الحاره دي انا مولوده فيه. واتجوزت وقعدت هنا. يعني انت عايشه هنا؟ هنا في الحاره اللي بعد دي. بيتك وبيت جوزك وولادك. عندك ولاد قد ايه بقى؟ معايا صلاح في الجيش دلوقتي في الصعقة. معايا نظم معلومات، ومعايا شروق تجارة انجليزي، ومحمد ثالثة ثانوي. انتوا ده صغنن بقى. بس لا هم دول حلوين. رضا. وانت بتيجي هنا الصبح الساعة كام؟ أنا بصحى من الفجر. من أذان الفجر. صلي الفجر؟ بجيب بجيب حاجتي. منين؟ من أكتوبر. أكتوبر مين ده؟ أكتوبر. مدينة أكتوبر؟ بس بروح مع ناس حبايبي بالعربية. بتروحي اكتوبر كل يوم الصبح؟ لا مش كل يوم، الوقت الحركه مش ماشيه زي الاول، كان الاول كل يوم. ممكن تقعد ثلاث ايام. تقعد ثلاث ايام. يا ممكن في الاسبوع مرتين. طيب كيلو القوطه ده بتاخديه من اكتوبر بكام؟ العدايه فيها 20 كيلو. اللي هي القفص يعني؟ اللي هي القفص ب 160 جنيه. ال 20 كيلو؟ ب 160 يعني 8 جنيه في القفص. يعني من القفص كيلو ب 8 جنيه؟ 8 يطلع من القفص حوالي 3 كيلو قوطه مستويه. والباقي مضروب؟ لا 2 كيلو مستويين وباقي. لا قصدي المستوي ده مش كويس يعني. لا مش قوي. هيتباع على طول ده لما يبوظ. ليه زبونه؟ يعني في 2 كيلو ضايعين. 2 كيلو ضايعين. يبقى كيلو اكتر من 8 جنيه. وفرق ميزان حوالي كيلو كمان. لا يعني كيلو كده يبقى اكتر من 10 جنيه. هو بص حضرتك، وممكن صنفين في الحاجات دي يتباعوا بثمنهم، بس صنفين تاني يعوضوهم. ودلوقتي القوطه بكام بقى؟ ب 10. ب 10 جنيه. البطاطس ب 12. الكرنباية دي بكام؟ ب 10.
لوحدها؟ دي ب10 جنيه. حلوه دي تاكل 4. حلوه عشان معايا خد فكره يعني. خد فكره على النبيط يعني. كانت ب2 جنيه. كانت ب2 جنيه؟ اصل دي لسه هتحط في الزيت ولسه عايز عيش. وعايزه بيض. بيض كمان عشان تحمر. عايزه بيض وزيت. تخش لها في عشان. بس حضرتك بقى علبه التونه بكام؟ ما نقول دي ب10 دي احسن. لان دي هتاكل كذا نفر. علبه التونه كويسه. لا احنا مالناش دعوه بعلبه التونه دي. التونه دي اكلت خواجات. والسوق عامل ايه يا مشروب؟ الحمد لله والله في نعمه. انت بقالك 15 سنه بتشتغلي. لا ايه اللي نزلك تشتغلي بقى؟ نزلت لما لقيت شغل ابو شروق ابتدى يقل وقلت اساعده. كان معايا ثانويه. لا انا من هنا سني 4 سنين. ايه؟ من هنا سني 4 سنين بشتغل. مع مين؟ مع ابويا. هنا في المحل؟ لا كان بيسرح بعربيه. عربيه خضار. كان ياخدها. كان سوق شارع المعز دوت ما كانش فيه زي دلوقتي. فكان في تجار ليمون وبطاطا وبطاطس. فكان يجيب العربيه اليد يحمل عليها وانا ازق وراها وانا صغيره لغايه القلعه ويبيع ويرجع اخر النهار يركن العربيه ويحمل عليها لغايه 10 سنين. وبعد كده نزلت الخان اشتغلت لغايه سني 27 سنه في الخضار برضه في الخان. لا في الخان رسامه سجاد عند الكحال. في الخان عند الكحال. عند الكحال. يا نهار ابيض. كنت رسامه حضرتك يعني ممتازه وما زلت لغايه ما اتجوزتي. لغايه ما اتجوزت قعدتي وخدت كنت باخد شغل اعمله لغايه سنتين. وبعد كده جاتني بقى شروق ففرغت نفسي لاولادي. بس كنت برضو بروح اساعد امي في الخضار في القلعه سوق القلعه. شوفي رقم الشقه ده كله انما هو يا دوبك بياكلك وشرب. اللهم لك الحمد. الحمد لله. الحمد لله. ربنا ما بينساش حد. يعني ما عرفتيش تحوشي حاجه حتى الدكان دي واخدها قانون جديد. لا والله قانون جديد. تلاقي اجارها غالي جدا. قانون جديد 600 جنيه. بالنور. بس هنعمل ايه احسن من القعده؟ الحمد لله. بعمل ايه بقى؟ مثلا حد هيبيع كيسين مكرونه ويجي ياخد بدلهم حاجه. يعني عندي الحكايه دي. فاكر حضرتك زمان كانوا بيبدلوا البيض بحاجات تانية؟ يا خبر ابيض. انا عندي كده. دي جديده نوفي. والله العظيم. يعني واحد يجي يديك كيس مكرونه ياخد شويه قوطه وياخد ازازتين زيت لسه جاي لي خدت كيلو ونص بطاطس وخدت كيلو ونص قوطه. قالت هي عندها مش محتاجه بس قالت لي عندي كتير. فبدل ما اطلع ادفع 30 جنيه تاخد دول انا ببيعهم حد تاني بياخدهم. المهم ان انا اخدمها وربنا رزقنا الحمد لله. ده رجعنا تاني انت. والله العظيم نشتري البضاعه بالضاعه. والله بتقول لي عندي كتير عندي 30 كيس يعني ممكن مكرونة. اجيب 10 بيضات واقعد هنا الاقي حلاق يحلق لي مثلا. يا خبر ابيض. والله عنده والله حاجات كتير. واحده جابت لي 20 كيس مكرونه قالت لي عندي 60 كيس هيبوظوا خدي بيعهم حطيتهم هنا. دول بيبقوا لمنهم ناس متبرعه بيهم. بص اقول لحضرتك هنا في الجماليه الناس اللي هي ربنا يزيدها يا رب. بيتبرعوا. بيجي يدي واحده شنطه وكده. فبس هي عندها يعني مكرونه كتير تاخد بيها شويه قوطه مش هتعرف تجيب تمن قوطه. انت عندك شباشب كمان. وفيها شباشب جايبها منين؟ جايبها كوبايات صفقه كده جبناها. صفقه. الحق مشروب تعمل صفقه. وكوبايات. كل الحاجات دي بقى حضرتك بتاعت حد. انا بعد ما اخلصها وابيعها يروح مثلا يديني 50 جنيه. بتعمل الدكانه بتاعتها معرض. واحد عنده الصينيه دي مش عارف يبيعها يسيبها لان واحد بيشتري خضار ياخدها ويطلع لها فيها اللي في نصيب. شوية هدوم كمان. والله مفرش عروسة بتطلع فلقيت موديله يعني قديم. فقالت لي ايه بحولي واديكي 50 جنيه. حتى عرضته لها. جدع. جدع. الحمد لله. شوية بس خضار. ايوه ايام كانت احسن بقى بالنسبة لك يا مشروع. ايام السجاد كانت يعني فيها عز اكتر من خضار ولا؟ طبعا. وانت بتعرفيش تشتغلي دلوقتي؟ نظري برضك ما يجيبهاش لان عقد صغيرة. حاجات صغيرة وبعدين بالسنتي. عايزه يعني ابقى مركزه فيها قوي وانا نظري مش بقى زي الاول. لكن انا طب انت بتيجي من الفجر بتشطب الساعه كام؟ 5 مثلا؟ لا 9 10 ساعات تاخد الساعة 9. لا بقعد بقى اعمل ايه؟ بروق لتاني يوم عشان ما اقعدش. وبعدين في زبونه تبقى طالبه مني 2 كيلو بتنجان تقعدي تقوريهم. زباين بتعملي ده كمان؟ والله العظيم. وممكن واحده عايزه كرومبايه اسلقها لها واقطعها لها واحطها لها في شنطه. كرومبا دي اللي بتعملها المحشي. المحشي الخواجات اللي بتفرج عليها. واقطع لها الخضره واغسلها لها كمان. والله يعني انت ممكن اقول لك بكره المشروق دي كرومبايه مسلوقه جاهزه كده احطها لحضرتك في طبق وزي الفل. بس باخد عليها 2 جنيه يعني القرنبيطه دي. هتعملي فيها فكيها بس هتسلقيها كمان انت؟ مسلوقه وكيسها كده. القرنبيطه دي اسهل حاجه ما فيهاش حاجه.
مش زي المحشي والحاجات دي. دي سهلة. الكرنب أصعب. الكرنب أصعب. لا الكرنب حاجة تانية. عايز تقطيع وعايز شغلانة. دي بقى عشان تديها جاهزة مسلوقة بقى 2 جنيه. 2 جنيه بس. وكيلو البتنجان 2 جنيه. لا في البيت. في البيت. يعني هي تطلب حاجتها النهاردة وأنا أخدها البيت عندي. أجيبها لها تاني. ممكن أطلع أوديها لها لغاية البيت. وبيتك بقى عندي كل حاجة. لا أمرك أنا ده في أوضة وصالة. بس هي عندي بقى أصلاً. سايبين البيت كله وقاعدين في أوضة وصالة؟ قالوا للسعادة. قالوا للسعادة أين تسكنين؟ قالت السعادة في قلوب الراضين. الله أكبر. صحيح. فايت صعب في الرضا. ممكن يبقى واحد قاعد في قصر الصلاه. انت وجوزي. وجوزي وعيال. صلاح انا جوزت شروق. فاضل عائلي. فمعادي بيناموا في الصاله. معايا وانت لا. هي مش بيناموا في الصاله. انا عاملاها يعني اوضتين حلوين. الراجل ده يسكت. صوتك طالع في الكاميرا هتودينا في داهيه. هيئه الاعلام هتودينا في داهيه. بس يا راجل انت تلم. حاطه فيها يعني اكنها اوضه مش صاله. وبعدين محدش فيش ضيوف يعني بيجوني يعني حاطه فيها سرير كنبه عيالي بقى بيناموا في الاوضه انا اللي بنام بره عامله الاوضه لصلاح ولمحمد بيناموا بره حاطه لهم فيها تلفزيون وفيها حاجات وبوتاجاز كل حاجه الحمد لله في مطبخ في مطبخ كويس مطبخ اوضه حلو كبير طب كويس وحلوه الحمد لله دي بقى قديمه دي قديمه ده قانون قديم اجرها 200 جنيه اللي بيطلع لك بقى من المحل هنا واللي بيطلع جوزك من شغل بتتدبروا اموركم ازاي بتتدبر بفضل ربنا ده انا لو حسبتها ما اعرفش امشي لا لا الحمد لله والله العظيم وبعدين خلي بقى حضرتك في الصيف ممكن ارمي حاجات ممكن يجي الصيف تترمي مني حاجات حر طبعا القطه دي ما تقعدش في الصيف لا لا ولا الفلفل ولا الليمونه الحاجات دي لا الحر بياكل الحاجات دي هي الشتاء الثلاجه هنا فعشان كده بروح جايبه حاجه تانية جنبيها انا اضطر اجيب دي جنبتي عشان الدنيا تمشي طب انت بقى القطه لما تجيبيها النهارده وبقى انت عندك يومين بقى بدات تخستك شويه بضطر ابيعها اقل تبيعها اقل يعني ممكن اللي عايز يشتري طب ما تقول لك خليها بعد يومين اروح اشتريها مثلا ب 6 جنيه ولا حاجه ايه لا بس انا ساعات بقى اما ببتدي يعني بتصعب بقى عليا اما تبقى غاليه اضطر اخد بقى البيت شويه عندي ليك انت يعني. خدهم ليا اولى انا اولى بيهم لما القطه تصعب عليك مش انت لما تصعب على نفسك لا لما القطه تصعب عليها تاخدها انما طول ما ماسكه نفسها كده تسيبها لا بس بقى اجيب على قد من ساعه ما الجو يعني بقى حنين شويه بتطبخي كل يوم كتير ممكن الاكل تقعد يومين لما بطبخ يومين تاكلها يومين حلوه حلوه قوي احنا حضرتك اتربينا على طبليه كانت ممكن امي وهي بتحط لنا كده تقول لك خلي شويه لاخوك اللي غايب فنخليهم وما نكملش اكل الحمد لله النهارده ممكن ابقى اعمل اكل يقول لي هاتي اجيب بيتزا الحمد لله يعني هم احسن مننا والله العظيم هم مع كل اللي احنا فيه ده وهم احسن احنا كان ممكن التعليم فادك بايه يا مسرور حاجات كتير انا بعشق ايه كتاب الكنوز المحمديه وبختم المصحف كل شهر بفضل ربنا جايبه مصحف اللي هو خطه كبير كده ما بسيبهوش روحي وقلبي كده متعلق فيه هي الحاجات دي والاذكار وكنت بقى بتقري جرايد بطلت تقري جرايد لا والله بجيبها بجيب هل لسه بتجيب جرايد لغايه دلوقتي؟ بجيب كل يوم الوطن كويس كويس قوي بحبه بتقري في الجورنال بحب الكوره بحب الكوره قوي تشجع كوره اهلاويه قوي قوي يا سيدي يا سيدي ما بخليش زملكاوي يعرف يعدي من هنا بتتخانق معاهم طب جدع بتشجع الكوره والله جدع بتسلي نفسك بحبها والله الحمد لله طيب يا مشروع ربنا يسعدك حضرتك الشغلانه دي بسطاكي ومرتاحه فيها الحمد لله احسن من بس بتتعبي طبعا الصبح بالليل كل يوم بربط على عندك يوم اجازه يوم الحد لسه واخده قريب عشان السوق هنا بيبقى الدنيا كلها الدنيا فاضيه فبقيت اخد الحد وكمان لقيت البيع قليل فقلت اريح بقى اقعد مع العيال يوم انما كل لكن يوم مش مقصره كل يوم بنزل وبمشي 10 و11 يجوا عيالك يساعدوك ايه لا ما معيش محمد في المدرسه بيجي بعد الظهر بره في الجيش وصلاح بيجيني كل شهرين من الجيش وجوزك بيشتغل ازاي بقى؟ جوزي بينزل الصبح بيطلع بالليل زي برضه صنايعي وبتدبروا حالكم في البيت ازاي يعني انت لما يجي لك فلوس هو يجي له فلوس بتعملوا ايه؟ لا يعني بتحطوهم على بعض؟ لا امال ايه؟ امال بتعملوا ايه؟ يعني انا الاكل انا الحمد لله بجيبه بس بفضل ربنا يعني لا هو رجع بالليل من شغله مع قرشين وانت رجعت معاك قرشين بتعملوا فيهم ايه؟ يعني ما فيش الكلام ده ما فيش حاجه فايده انت بتصرفي ما فيش حاجه ما فيش بامانه ربنا لا والله العظيم يعني انا اوري لحضرتك هنا في حصاله انا بشيل فيها لابني والله يعني بترجعوا بطلبات يومكم هو يوم بيومه بفضل ربنا يعني علينا هنا عندنا دكتور زي العسل بيطلعني بيكشف لي ما ياخدش مني حاجه انا بتعب
دكتور عبد الرحمن الله يبارك. اديله 2 كيلو قوطه بقى. لا يطلع لي وبيجيب لي. ما دام هنشتغل رجعنا بالمؤايده. اه والله. اه فكره كويسه. لا والله العظيم بس وحشه حضرتك. لا مش وحشه خالص. والله العظيم بحل بيها مشكله وما يعني بستفاد ان هي اشترت. اه. وهم بيتباعوا. هي مش هتعرف تتصرف. صحيح صحيح. عبايتين قدام عندها ابيعهم لها. هي الناس حالتها متاخره شويه ماديا. ها لا والله العظيم هنا بفضل ربنا الناس اللي هي اصحابها هنا في ناس تقيله قوي بتعتف على الناس اللي على قدها لامانه. يعني حضرتك تيجي في العيد الكبير اللي بيشحط اكتر من الدبح. يعني الناس اللي بيجي لها في البيت انا السنه دي ما اشتريتش لحم. حبايبي هنا كل واحد بعت. الحمد لله ربنا يرزقكم. الحمد لله والله. صباحك زي الفل. ربنا يبارك لك. نهارك قوي. تشرفت بحضرتك. سلام عليكم. الف سلام. سلام عليكم. سلام. اولا اجمل حاجه في مشروع انه احنا الحلقات اللي صورناها قبل كده معظمها ستات جوازتهم طلعوا مش يعني رجالتهم يعني طلعوا مش ايه يعني كتير طيروا وخلعوا وكتير ما قاموش بواجباتهم الاسريه وتجاهلوا اولادهم وبتاع. انا بقى ده نموذج مختلف برضو بالصدفه بنلاقيه. جوزها موجود معاها وبيشتغل والست بتكافح بتنزل الصبح الساعه 7 ولا 8 ولا مش عارف قالت الساعه كام تقعد لغايه الساعه 11 بالليل تشتغل وراضيه ومبسوطه ومبتسمه. بس الطف حاجه انه حكايه المؤايده دي. طبعا انا ما قلت لها بدي دكتور طبعا مع كل التقدير دكتور انا بهزر معاها يعني ارجو ان الدكتور ما يزعلش بالعكس انا بشكره جدا لان الست قالت ان الدكتور ما بياخدش منها فلوس. وعلى فكره كل الكلام اللي بيتقال عن الدكاتره في كلام يعني محترم ومقدر وفي كلام فيه مبالغه يعني فيه مبالغه. الدكاتره يعني انا ما قلتلكوش ما اعرفش قلت ولا لا بس دكتور حسام موافي اللي لقاؤه معانا وشرفنا بيه اتشاف بدرجه بيقولوا لي زمايلي درجه مش معقوله يعني ارقام كبيره جدا ولسه بيتشاف وهو ما قالش انه فاتح عياده في جامع الحصري مع الست ياسمين الخيام ربنا يديها الصحة ويسعدها بكل الحاجات اللي هي بتعملها مجانية ما بياخدش فلوس خالص يروح أظن يوم أو اتنين في الأسبوع مجانية وفتح عيادة خاصة في الشيخ زايد بياخد رقم مش ممكن يكون فيه دكتور كبير زيه بالحجم بتاعه بياخده. يعني انتوا شفتوا كشوف الأطباء بقت عاملة ازاي لكن في مبالغة شوية في الهجوم على الأطباء بالراحة شوية لأنه في حاجات كتير جدا بيعملوها الأطباء في مستشفيات الحكومة اللي هو أعتقد الدكتور حسام أشار ليها بيعملوا مجهود جبار عشان يقدروا يشتغلوا. مفيش أدوات مفيش أدوية مفيش حاجات يعني الموقف صعب عشان مسألة إن إحنا بنقعد نشوه في بعض كده ونصعد الحاجات ونكبرها كأن الطب عندنا بقى. الطب مش وحش المنظومة فيها مشكلة. المنظومة العامة الحكاية كلها فيها مشكلة كبيرة إنما الدكتور كويس الإمكانيات محدودة أوض العمليات فيها مشاكل الحاجات كتيرة مترصبة من سنين طويلة فاتت فما نجيش بقى ونصطاد الدكتور ونسمع بقى المحافظ إده مش عارف إيه المخالفات الدكاترة. طب ما قلتلناش أخبار إمكانيات المستشفى إيه. أنا مش بتكلم عن محافظ معين بس بقرأ كتير قوي هوجع الأطباء. طب ما قلتليش إمكانيات المستشفى إيه؟ طب ما قلتليش الطبيب ده بياخد كام؟ أنا سبق وقلت لكم في سنة 8 أو 9 حصلت لي واقعة كده فرحت مستشفى المنيرة مع حد من عيلتي فقالت لي الممرضة إنها بتاخد 90 قرش في الساعة الإضافي 90 قرش ومستشفيات دي بقى إيه؟ كل يوم خناقة وضرب وبتاع مناطق شعبية وفيها مشاكل ف حط ده مع ده يعني برضو لابد ان نكون احنا بنقول ان كل واحد لابد ان احنا نريحه في منته على الاقل تكون موجوده الادوات. انما احنا بقينا يعني يلا نحط اي حد كبش في ده وندي دكاتره ولاد 60 في 70 فيهم زي ما في الصحفيين زي ما في السياسيين زي ما في المهندسين زي ما في كل الفئات فيهم ناس وحشه طبعا. انما الغالبيه العظمى لو رحت القصر العيني ودخلت شفته كام جراحة بتتم في القصر العيني جراحات كبيرة. لو رحتوا عين شمس هتلاقوا كام جراحة بتتم مجانية. هتلاقوا جراحات كبيرة وحاجات كتيرة بتتعمل في ظروف في منتهى الصعوبة.
في مستشفيات استثماريه جباره وما بتعالجش كويس، كل ده موجود، لكن في نفس الوقت في كمان حاجات جوانب كويسه، فعشان ملاش يعني حكايه القصر. المهم ام شروق دي بقى ست بتكافح في الحياه، والحقيقه ما اعرفش انتوا بتتبسطوا من اللقاءات دي ولا لا، بس انا بتبسط بيها جدا، بتبسط لانه بحس ان الله انعم عليا بنعمه انا يعني مهما شكرت ربنا سبحانه وتعالى مش هقدر يعني اوفي النعمه. النعمه انه الناس بتبقى عارفاني فبتفتح قلبها كده بتقعد ترتاح، وانا كمان برتاح معهم جدا. الاصل بيحن، انا من شوارع وحواري وحاجات زي كده، بحب الناس دول جدا، وهم دول الشعب، مش بتوع الشيخ زايد، مش بتوع التجمع، مش بتوع الساحل، دول كلهم من الشعب طبعا طبعا، وبيعملوا حاجات كويسة جدا على فكرة الطوائف دي، لكن مش هم الشعب. ليه؟ لأن هم 10 15 20 مليون، وإحنا في مصر بس 94 مليون حسب الإحصائية الأخيرة، وفي 10 برة. ال 94 مليون دول هنقول منهم 20 25، في 70 تانيين اللي هم الشعب، اللي هم انا طلبت من زمايلي ان انا اروح المناطق الشعبيه الزحمه قوي، مش انا اروح اصور بس، هوريكم الناس عايشه ازاي. يعني ازاي مثلا انا عايز اروح العسال دي، رحتها من حوالي 10 سنين، وما كانتش من المناطق اللي انا بروحها لان انا مش من شبرا للاسف، كنت احب ابقى من شبرا جدا. هوريكم ازاي البيوت ما تعرفش تمشي في الشارع، فيها الاف من البشر عايشه، وحمد ربنا. شوف بقى البت الصغيره دي اللي لقيناها واحنا خارجين كده، وعمك احمد وهبه قالت لي البنت دي متهيألي لازم تصور معاها، فروحت وقفت جنبيها ودار هذا الحوار. بتعمل طعميه بطاطس صح؟ أيوة. اسمها ساره. نقعد معاك شويه؟ فين الطعميه؟ ايوه الراسي بقى واعملها. طب لسه شويه على البطاطس ده يا ساره. انا بعملها نص سوا عشان لما حد يجي لي بحيث انا انزلها تاخد الصوره بتاعتها. شاطر، مين اللي علمك كده؟ دلوقتي كده لما يجي حد ياخد نزلها له تاني وتطلع بقى حمرا سخنه. عشان تبقى سخنه. حلو قوي. انت صغيره قوي يا ساره. ومعايا ادهم ومحمد. ما شاء الله. انت متعلمه حاجه؟ لا. ولادك عندهم كام سنه؟ عندي اتنين ورا حضرتك. وجوزك فين؟ جوزي في السجن. في السجن؟ كويس. جوزي كان بيشتغل ايه؟ خراط سلستين. خراط سلستين؟ ده مهنة حلوة. وبعدين؟ حبس مخدرات. مخدرات؟ بشوف معاه مخدرات؟ بيشرب ولا بيتاجر؟ الاثنين. يا دي النيلة، وانت كنت عارفة؟ انا لا. كنت عارفة انه بيشرب بس طبعا. لما ما تعرفش انه كان بيتاجر؟ لا. وخد كام سنه؟ 5 5. ده كويس يعني، قافشين معاه كميه كويسه. بقى له قد ايه؟ فاضل له شهرين ويخرج. فش كويس جدا الحمد لله. طيب الحمد لله. تروحي تزوريه؟ ولما سابكوا طبعا لما السجن ساب البيت هو. انا قاعده في اوضه بس، اوضه واحده والحمام مشترك. انت وولادي؟ فين اهلي؟ والدي ووالدتي متوفين. اخواتك فين؟ في البلد. بلد ايه؟ بحيره. ايوه. فين من البحيره؟ مركز اداء البارود. اداء البارود. شوفهم؟ لا ساعات كل فين وفين. هم اللي جوزوكي؟ ولا انت اتجوزتي لوحدك؟ لا اتجوزت لوحدك. لوحدك ازاي؟ هو انت مشيتي من دمنهور؟ لا. اتجوزتي في دمنهور؟ من اداء البارود روح اخواتكي العريس. ايوه. طب واخو اهلك كانوا معاكي؟ ايوه. وجوزوكي وجيتي هنا؟ جيتي الجماليه هنا؟ مع جوزك؟ ايوه. واخواتك ما بقوش يقول لك بقى خلاص؟ لا كل واحد في حاله. كل واحد في حاله. طب لما جوزك اتسجن ما
حد سأل عم عادل وقفني هنا. مين عم عادل؟ عم عادل ده الراجل الاسمر الطيب ده. اه اخو مشروق. وخالته مشروق برضه. هو اخو مشروق. هو الفضل كله بوقفتي هنا عم عادل وخالته مشروق. بوقفتي هنا امتى بقى؟ يعني بقى لي بتاع شهر. بس كده؟ اه. امال الاربع سنين دول عشت ازاي؟ هما كانوا بيساعدوني. مين؟ عم عادل خالته مشروق الشارع كله. ما كنتش بتشتغلي؟ لا. وبعدين جت الفكره دي بقى. اه عم عادل قال لي احنا هنعمل لك مشروع وهما جابوا لي الحاجات ديت. جابوا لي كل حاجه. اه. بقالك شهر. اه. ايه بقى اخبار الشغل؟ الحمد لله. طيب انت بتيجي بقى بدري؟ بصحى الساعه 5. اه. بتعملي الطعميه دي في البيت؟ لا بعملها لا. عند الراجل. لازم مكر؟ اه عند الراجل. اه. تقشري البطاطس في البيت؟ بقشر بطاطس. ما تبصيليش خليكي مع الطعميه اللي هتتحرق. كويس. وبعدين بقولي لي بقى ايه اللي حصل لما اشتغلتي بقى يا ساره؟ حصل ان انا ارتحت. الظروف اتحسنت. اتحسنت الحمد لله كتير يعني شويه. امال كنت بتعملي ايه في زياره جوزك؟ بتجيبيه زياره منين؟ والله يعني مع الناس وكان بتساعدني ف يعني كنت بحاول اشيل على قد ما اقدر ان انا اكون زياره يعني اجيب زياره كمان يعني كنت قاعده تكافحي تعملي زياره. خلي بالكوا الزياره دي للمساجين مكلفه جدا. هتجيب له سجاير لان السجاير مهمه قوي صح؟ اه. ايه الطعميه الحلوه دي؟ طعميها بكام يا ساره؟ على حسب. في كبيره بنص جنيه وفي صغيره بربع جنيه. دي التلاته منها الخمسه منها بجنيه. خمسة. بتعملي سندوتش انتي؟ اه. عندك عيش تعملي؟ اه. بتقعدي للساعة كام تشتغلي؟ الساعة 4. تفضلي واقفة كده للساعة 4. اه. ما انت روحي تستعدي لتاني يوم. تاني يوم. تحضري الطعمية وال تحضري الحاجات والفول ال مدمس. لا مش مدمس. لا لا اه هو انا بديله حاجات وهو يعملها لي. فانت بتجيبي الشبت والحاجات والفول وهو يخلطها لك. اه. بياخد كام بقى في الخلطة؟ 5 جنيه. في قد ايه؟ في 2 كيلو ولا ايه؟ في كيلو على حق. انا بشتغل على قد لسه. وانت اللي تعملي البتنجان ده؟ اه. البتنجان بتاعه تحفه. الريحه بتاعته مش معقوله. يعني حاجه يعني مين اللي علمك الطبخ الحلو ده؟ انا اتعلمت لوحدي. طب دلوقتي لما يرجع جوزك بالسلامه هتعملي ايه؟ مش عارف. افضل واقفه زي ما انا. مش هسيب اكل عيشي عشان نعم. وهو قال لك ناوي على ايه بقى؟ الله اعلم لسه مش عارفه. ما كلمتوش في السيارات؟ لا مفيش مكالمات ما بينه وما بينه. ما تشوفوش؟ لا. ما تشوفوش؟ لا بنروح زيارة بنروح. طيب. بس بنقعد فترة قليلة بس يشوف العيال ويسلم عليهم وخلاص. ما قلتليش بقى مش ناوي تبطل ومش ناوي تعمل؟ قال لي لما ربنا يتوب عليا. هو مش ناوي يتوب، هو عايز ربنا هو اللي يتوب عليا. الله أعلم. على كل حال يعني معلش معلش معلش. طيب خلاص يعني كفارة وراجع بالسلامة، بس ما تسيبيش شغلك بقى. لا. ما اسيبش اكل عيش اربي عيالي منين. وبتغير الانبوبه كل قد ايه؟ ممكن تقعد معايا 3 4 ايام 5 ايام. ومين اللي بيغيرها لي؟ خالته مشروق. الله دي مشروق هي اللي مسيطره على المنطقه. هي الحمد لله بيعدي الراجل بتاع الانابيب هنا؟ هي بتبيع انابيب. يعني هي بتاخد منه الانبوبه وبتسترزق فيها يعني. اه. فلما بتسترزق فيها. وهم جابوا لي كل حاجه. اه. من غير ما يحاسبوكي عليا بعد كده. لا. يعني ما قالكيش لما تكسبي ردي ولا حاجه. لا. الناس طيبين. جدا. نفسك في ايه يا ساره؟ نفسي في اوضه اقعد فيها حلوه. نفسي ابقى ليا حمام ليا لوحدي. اربي عيالي تربيه نظيفه بدل ما هم كده في الشارع. لما طبعا بيجوا معاك الصبح رايحين كده لابسه هم كده رايحين جايين في الشارع طول معايا مش فاضيه ان انا افضلهم شويه. بس تاخدي اجازه من الحد برضه؟ اه كله بيبقى اجازه من الحد. انت مره لما تروحي بقى تطبخي للعيال بقى؟ البيت هنا جنب في الحاره دي. يعني مش بعيد عن لا في البيت ما عنديش بوتاجاز ما عنديش اجهزه ما عنديش حلل ما عنديش اي حاجه. انا اكل كله من الشارع انا واولادي. ازاي تبقي ست وما عندكيش بجور ما تعملي عليه شويه فاصوليا وشويه لوبيا؟ هو لما كان موجود باع كل حاجه ما سابليش غير على الارض بس. والناس هنا برضو ساعدتني ان انا اجيب سرير واجيب مرتبه. امال بتاجر في مخدرات ازاي؟ ده ما بيتاجرش ده بيشرب بس. يعني شويه كده شويه كده. باع البيت كله؟ هو ما باعش البيت هو باع كل المعدات اللي في البيت. يعني انت ما عندكيش باجور؟ لا. ولا حله؟ ولا حله ولا طبق. طب بس عندك براد تشرب شويه شاي؟ ما بشربش شاي بشرب من عند عم سليمان. ده انت حالتك عيضه. يا نهار ابيض. حضرتك عندي الاوضه بتاعتي ممكن حضرتك تشوفها. طب ما تجيبي يا ساره باجور وتعملي تطبخي ما جبتيش ليه كده؟
ما لسه بادئه ف يعني لسه شويه عليا، عايزه اجيب هدوم للشتا للعيال، عايزه اعمل حاجه اجيب لهم بطانيه بتاع، فلسه بقى يعني بداتي من شغلانه تشيل قرش عشان بقى عشان اجيب للعيال تطوري حياتك شويه. اه طب انت محتاجه ايه هنا كمان يساعدك؟ مش عارف. لا يعني محتاجه حاجه اكبر من كده؟ اه ولا الشارع هيضايق؟ هو الشارع يضايق، هو ده بيت عم عادل، هو وقفني هنا عشان تحت بيته. ده بيتك انت ده؟ يا سلام، ناس طيبة كتير جدا والناس وحشة كتير جدا جدا. شكرا يا سلام، ربنا يخليك. قلت لها ناس طيبة كتير، قالت لي جدا. قلت لها وناس وحشة كتير، قالت لي جدا جدا جدا. يعني أتمنى إن قبل ما الواحد يتكل على الله ويمشي من هذه الدنيا الصعبة يحصل تعديل في العبارة مع الوقت، إن يتقال في ناس حلوة كتير جدا 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 وناس وحشة كتير جدا بس واحدة. هل تنعكس الآية؟ أعرفش. في صديقة أو مشاهدة يعني صلحت لي معلومة أو مشاهد، موفق هاشم الطائي كتب تعليق أنه سيدنا إبراهيم كان من حاران. طبعا طبعا بلاد الرافدين العراق العزيزة الغالية، العراق يا سلام. حين تقرأ عن العراق دنيا كبيرة وحضارة عميقة جدا جدا جدا، يا سلام بابل وسامراء والكوفة وما حدث في الكوفة، وهناك يركض جسد الحسين وجسد العباس وجسد علي بن أبي طالب في الكوفة في العراق. أنا قلت لحضراتكم قبل كده مرات ومرات ومرات أنا شرفت بزيارة العراق، كنت في صحبة أو مرافقا لتغطية إعلامية للفنان الكبير والعزيز عادل إمام، لكن أنا سبت عادل مرتين يومين، الأستاذ عادل طبعا، عشان خاطر أروح الكوفة وأتفرج عليها. وشرفت بزيارة هذا المكان الجميل. صحيح هو في شيء مؤلم، قلت لكم قبل كده أنه الشيعة لما بيحطوا هذا الحجر ويسجدوا عليه، هم مش بيسجدوا على الحجر زي ما الناس بتقول، لا، هذه تراب الكوفة التي قتل فيها الحسين وأهله إلا علي زين العابدين، ده اللي فضل من سلالة الحسين. بياخدوا التراب ده وينشفوه ويصلوا عليه حبا في أهل البيت زي ما احنا بنحبهم. فصحيح سيدنا إبراهيم، أنا لما قصدت وقلت كلمة شام عايز أقول إنه سيدنا إبراهيم من فوق من المنطقة دي، وسيدنا إسماعيل من هنا، وهاجر من هنا وهاجر من هنا. كنت عايز أقول هو اسمه إيه زمان صديقنا موفق، فعايز أقول يا موفق إن احنا كلنا حتة واحدة. شفت يا موفق لما بقت العراق العراق، وبقت سوريا سوريا، وبقت مصر مصر، وبقت لبنان لبنان، وبقت الأردن الأردن، وبقت السعودية السعودية، وبقت اليمن اليمن، شفت حالنا بقى عامل ازاي؟ موفق. لكن العراق يا سلام، انا يعني اتمنى والله من ضمن الاماكن اللي قلبي بيحب يروحها جدا، واتمنى ان تسمح لي فرصه عشان ازور العراق مره اخرى. وقلت قبل كده في التلفزيون مرات ومرات ان العراق فيها شيء مش معقول من الجمال طبعا، ومن انها بلد عرضيه وليست افقيه. بيوت بيوت بيوت، بغداد، أنا كنت في بغداد ودي حاجة جميلة جدا، الناس هناك ساكنة في بيوت في معظمها. لكن لما تمشي 250 كيلو من بغداد لغاية الكوفة، طول ما انت ماشي تلاقي مرقد الصحابي الجليل، مرقد يعني قبر الصحابي الجليل فلان الفلاني فلان الفلاني فلان الفلاني فلان الفلاني. مين اللي عمل الكوفة؟ اتعملت في عهد عمر بن الخطاب أو صلحولي. مين اللي عمل بغداد؟ أبو جعفر المنصور، راح لقى مكان بديع فقال هنا بقى العاصمة الجديدة، وهنا الدولة الجديدة، وهنا البغداد. لكن في العصور دي ما كانش متقسمة الدول، والتقسيم ده أضرنا كلنا الحقيقة، أضرنا كلنا، لأنه لا يوجد مجتمع في 40 كام، إحنا
دلوقتي ممكن نكون 350 او 340 مليون مواطن بيتكلموا لغه واحده، 90% دين واحد، عاداتهم واحده. يا خبر اسود، عايز تجمع ناس بالصفات دي اكتر من كده ايه؟ يعني عايز تجمع ايه اكتر من كده؟ عادات واحده، لغات واحده، ثقافه واحده، دين واحد. يعني مع احترامنا طبعا للمسيحيين عددهم اقل شويه، لكن معظم الدول دينها الاساسي دين الاسلام. فانت عايز اكتر من كده؟ شوف اوروبا 600 لغه و600 فكر و600 عادات وتوحدوا اقتصاديا على الاقل. فانا بشكرك على هذا التصحيح، لكن انا سنه 17، انا فاكر انها 17 هجري انشئت مدينه الكوفه، بس يعني الحقيقه عشان بس اتاكد، بس هي فعلا ايام عمر بن الخطاب، وبغداد انشاها ابو جعفر المنصور اللي هو تاني واحد، تاني خليفه في الخلافه العباسيه، ومن اقوى الخلفاء، وعاش اظن حاكما 20 او اكثر من 25 سنه، وعمل شغل في العراق جميل جدا. لكن حتى لو تلاحظ انا ما قلتش سوريا، انا قلت الشام. يعني حتى ما قلتش سوريا، انا قلت الشام، وما قلتش لبنان ولا حاجه. كل هذه الاراضي اراضي الانبياء، كله من فوق، من العراق من فوق وانت نازل لغايه اليمن، وتاخد مصر كمان، كل الحته دي اراضي مهمه جدا، لكن احنا اهدرنا فيها كل حاجه. الحقيقه اهدرنا فيها كل حاجه، كل الحاجات الاساسيه اللي ممكن تنقلها الى مكان اقوى في العالم. للاسف حصلت تداعيات كتير وظروف كتير، لكن والله انا بشكر وزاره التضامن كلمتنا وهيعملوا معاش لساره. انا بشكركم جدا جدا جدا. شفت بقى عمك عادل عمل ايه في البيت الصغيره؟ شفت شروق بتعمل لها كل حاجه، ام شروق بتعمل لها كل حاجه. شفت الناس عامله ازاي؟ عايز احلى من كده ايه؟ ست غلبانه بقول لها السؤال اللي هي ما فهمتوش، السؤال عجيب، قال بتاخدوا الفلوس وتحطوهم على بعض؟ فلوس ايه اللي بناخدها يا عم الحاج؟ مش فهمتش السؤال، فلوس ايه؟ ده هو بيتروح بحاجات، عامله جايبه اكل، وهو بيروح جايب اي حاجه، وخلاص مفيش فلوس. الناس دي ما بتشيلش محافظ ولا بتشيل فيز ولا بتشيل حاجه. الناس دي بتشيل الجدعنه، وبتشيل الثقة في الناس وقبل الناس الله سبحانه وتعالى. في ناس كتير كويسة جدا، وأنا بحيي الجمالية. أولا زي ما شفت الشوارع دي مش متنظفة لنا، هي دي الشوارع طبيعية نظيفة زي الفل، وكل الناس في الجمالية في ود بينهم، وده موجود في معظم الأحياء الشعبية، بيساعدوا بعض ويدوا بعض. المشروع قالت الدكتور بيعالجني ببلاش، والناس بتجيب لي حاجات، وده بيساعدني وده بيعملني وده بيعملني. لكن أنا بس كان كل الحلم، الكابوس اللي طابق على نفسي، إنه العزة بس، لأنه العزيز هو القوي، المحتاج وفي ضعف هو اللي ما يقدرش يعمل حاجة، لكن هم الناس بتقدر بدعائها لله سبحانه وتعالى بتقدر تعيش. فأنا بقول للأخ موفق أنا بشكرك جدا لكنك أنت، لكن أنا يعني أنا طبعا عارف أن سيدنا إبراهيم، وقاري كتير عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه في خلاف كتير حتى على لغة سيدنا إبراهيم وحاجات كتير، يعني دي موضوع مش هنقدر نخش فيه، مش هنقدر نخش فيه لأنه طويل. لكن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. طب اسمع، ما دام ذكرتنا بالعراق وسيدنا ابراهيم، معلش اسمحوا لي بدقيقه. كنت رايح ادفن الاستاذ عمر ابو الصحفيه الكبيره الله يرحمها نجاح عمر، صديقه امي، وكانت صحفيه كبيره جدا، تكتب الكلمه تهز مجلس الشعب، وجوزها الاستاذ محمود مراغي. المهم ابوها توفى، فرايحين يدفنوا في الفيوم. فاحنا رايحين، الكلام ده يمكن من 30 سنه اكتر كمان، فدخلنا جامع نصلي عليه صلاة الجنازة، وكان يوم جمعة، والخطيب بيخطب، فحكى الحكاية دي. أنا ما أعرفش مدى صدق الحكاية، ومدى إن الناس ممكن ما تبقى تعجبهاش الحكاية، ولكنها ليها معنى.
عن سيدنا ابراهيم اللي اتولد عندكم يا عم وموفق. فالراجل حكى الحكايه الاتيه، قال ايه بقى؟ قال لي سيدنا ابراهيم الباب خبط ففتح، فقال له انا الملك ملك الموت. قال له جئت زائرا ام قابضا؟ قال له قابضا باذن الله. فزعل، دي الروايه. فقال له عد الى ربك وقل له هل هكذا يقبض الخليل روح خليله؟ فسيدنا جبريل طبعا عارف ان دوت الخليل، فقام طلع فوق وقال يا رب اني ذهبت الى ابراهيم لاقبض روحه كما امرتني. فقال لي قل لربك هل هكذا يقبض الخليل روح خليله، يعني على كده فجاه. فقال الله عز وجل لجبريل اذهب الى ابراهيم وقل له وهل هكذا يكره الخليل لقاء خليله؟ فقال له ابراهيم عجل بها عجل. يا سلام، كسف لما لقى ربنا بيقول له كده انت بتكره تقابلني، فقال له عجل بها عجل. فمن الروايات اللي مش ممكن انساها، ممكن يبقى عليها اي تحفظ لكنها روايه ليها معنى. فانا بشكرك يا موفق على انك انت خلتني استدعي هذه الاشياء، ويمكن احب كمان احكي للناس في يوم لاحق ماذا حدث لي حينما دخلت في المكان الذي طعن فيه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وفي المكان الذي نام فيه علي بن ابي طالب حتى مات، وفي المكان الذي اوصى فيه الحسن والحسين. كل الاماكن دي انا شفتها وقعدت فيها وتاملتها كويس جدا، وبعد ما رحتها مره رحتها تاني. بشكرك شكرا جزيلا. تعالوا بقى نشوف الناس بتقول ايه عن الهم، ثم نلتقي بالشيخ الجليل احمد الملكي يحدثنا عن الاحزان. معظم الجوابات اللي جايه بتقول له يا شيخ ادعيلنا لعل الله يفك الكرب. هو هيفكه حتما، الله سبحانه وتعالى يفك الكروب عن الناس. طبيعي ان اي حد في مصر عنده هم. هم الله اكبر، احساس صعب، احساس صعب قوي كمان يعني، بس المفروض الانسان ما يحطش نفسه في الموقف ده. اللي انا بمر بيه دلوقتي ثالثه ثانوي هو ده اكبر هم لحد دلوقتي قابلته يعني في حياتي. لازم بقى تتفوق دراسيا، لازم ترضي اهلك اللي هم بيدفعوا دم قلبهم في الدروس، يعني مشتته، عارفه اللي هو دخلتي في صراع الحياه كده عايزه تعملي مليون حاجه. فقدان الوالده، فقدان الوالد، حسيت ان انا مقصر في حاجات كنت المفروض اعملها وما اتعملتش، فعرفتها بعدين. فالواحد بينعي الهم يعني. اني انا في عز شباب الوقت كده وخارج على المعاش بعد يومين، وطبعا لسه في شبابي، فهو ده اللي شاغلني. تاني حاجه اللي شاغلني الوقت اني انا ما قدرتش اكون قرش او مبلغ علشان احجبه. عندي ابني خريج ازهري وسياحه وفنادق، كان في اول حياته كده يعني في الجواز الاولاني كان صعب، هو ده اللي كان تعبني خالص وعيني، وجاني مرض وحش ساعتها والحمد لله. هو ليل ونهار فكر وليل ونهار بالك مشغول ووش، بس هو ربنا سبحان الله له ذلك حكم ويسر الحال. وهم انا حاليا بعيش فيه مرض بنتي. بنتي اتولدت بعيب خلق على العمود الفقري، محتاجة أربع عمليات، أكيد طبعًا عايزها تبقى كويسة، وبحاول أثبت لنفسي وأقنع نفسي إن الموضوع مش صعب وممكن، مفيش حاجة مستحيلة يعني. ربنا بيكبر بخاطر أي واحد، موقف في شغلي واحد، في شغل في شغل المقاولات، بعد ما عملت له الشغل ما لقيتوش نصب عليا، كان مبلغ كبير جدًا، خصوصًا إن أنا كنت واخد قرض من البنك، والبنك كان يقدر يحبسني، لكن البنك لقيته واقف معايا وهو اللي جاب لي المحامي. جواز أولادي. يعني جات الظروف انهم اولادي اتجوزوا في وقت واحد، يعني ده خطب وابني خطب ولازم يتجوزوا في وقت واحد، فقلت ربنا اعطاني وما سلفتش فلوس من اي حد خالص، فده رضا من عند الله، ما تعبش خالص بقى في حياتي، والحمد لله ربنا سهل واتجوزت اولادي كلهم يعني حلوين جدا. ان انا اتزوجت وقعدت فتره ما معيش اولاد حوالي 3 سنوات يعني، فربنا اكرمني وطلعت عمره وكده ودعيت ربنا وربنا استجاب والحمد لله معايا 3 اولاد الحمد لله. اما اتقابلت لاول مره ان انا اروح مع عرب هاردوير وان انا ابتدي اعلق على المطوشه اللي بتتلعب في مجال الجيمنج والكلام ده، ده كان اكتر موقف يعني حسيت ان ربنا فعلا جبر بخاطري ان انا ابتديت اشتغل واتعرف المجال ده وكده. كل
واحد ليه طريقته في الخروج من الهم. انا شخصيا بستمتع ان انا اخرج مع اصحابي احيانا، ان انا اروح اصلي حاجه في الجامع، الكلام ده بيساعد جدا يعني. الوضوء ان اتوضا واصلي لريحه الله، بدعي رب اقرا سوره ياسين، هو اللي بيخرجني من كل الهموم. هي سوره ياسين تخرجني من كل الهموم، بس ما بقراهاش لاي غرض وحش، كل الاغراض جميله وموفقه ويعني وحلول. في دعاء معروف للهم، معروف الواحد لو قاله سبحان الله الهم بيزول يعني. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. احنا أملنا في ربنا كبير، لما بلاقي نفسي مهموم قوي بسجد سجده طويله وبحكي لربنا اللي انا عايزه بقى. اهلا وسهلا بحضراتكم في حضره شيخنا احمد المالكي اللي انتم معجبين بيه جدا، وانا طبعا معاكم جدا جدا، هو بيشرفنا وبيسعدنا. والنهارده الكلام عن الهم والحزن كما دعا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، عاوز ادعي بس عشان ده كويس قوي. سمعت الشيخنا قال ايه؟ اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبي اجمعين. يعني انت تستطيع انك تصلي على اي حد، مش كده ولا ايه شيخنا؟ طبعا. لان الناس بتزعل لما اقول مثلا فلان من انبيائنا طبعا الكرام، ان اقول صلى الله عليه وسلم، لانه ده يجوز، لكن مش فرض انك تقول على كل واحد فيهم عليه الصلاه والسلام لما يذكر، لكن عند ذكر رسول الله لابد تقول كده. صحيح. يعني ده الفرق بقى. نعم. هي يعني العلماء قيدوها، هي لو احنا اتكلمنا في المعنى اللغوي ولا المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي هو خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام، لكن المعنى اللغوي هو خاص بكل الناس بالمناسبه، مش الانبياء بس. يعني ما اقول لك يعني ممكن اقول للشيخ احمد صلى الله عليه وسلم اسال الله ان يصلي عليك يعني. فالصلاه بمعنى الدعاء يعني، لان هذا تمني. تمني ان الله يكرمه يعني. لكن عند ذكر الرسول لازم تقول كده. معلش دي حاجة فرعية، لأنه في ناس مرة قابلوني وزعقوا لي جامد، إزاي تقول كده؟ لكن يعني احنا وصل بنا الأمر لما احنا نيجي نترضى حتى عن بعض الصالحين، يقول لك لا أنت بترضى، بتترضى عنهم ليه؟ الترضي هو رضي الله عنه. يعني هذا تمني. سيدنا الإمام النووي كان يقول كده في الأذكار كده، يقول ويستحب. يستحب حتى بعض الناس من الجفاء من الغلظة كده، لما يشوفوا اسم سيدنا النبي يحطوا صاد أو صلعم. يقول لك ده من الجفاء، ده من شدة الجفاء أصلا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قرأت كده قديما إن طول ما أنت بتذكر سيدنا النبي وتصلي عليه حتى وتكتب هذه الصيغة اللي أنت بتكتبها، اللي أنت طول ما هي موجودة هي تشفع لك إن شاء الله. صحيح. فالصلاة على سيدنا محمد، وأنت خلي بالك أنت بتعترض وأنت بتقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وكل اللي شاف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. معلش بالمناسبة كمان الاعتراض بيجي في الصيغة اللي احنا بدأنا للأسف الشديد نتركها الآن، اللي هي في التكبير في العيد. شفت الخيبة؟ للأسف. خيبة. خيبة والله العظيم خيبة. كان زمان يقولوا الخيبة بالويبة يعني. سيدنا محمد ولا أزواج سيدنا محمد. لا مش لغوها، وقال لك بس هي ديت الله اكبر والله اكبر. مع ان النبي قالها صلى الله عليه وسلم على لما وقف على الصف عليه الصلاه والسلام واستحبها الساده الشافعيه والمتاخرون من الفقهاء رضي الله عنهم بيقولوا الكلام ده، واحنا لما نشوف بلاد الحرمين نفسهم بيعملوا الكلام ده، بيصلوا على سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم. لا ما بيقولوش زينا كده. لا ايوه الصيغه بتاعتنا لها مذاق خاص بقى يعني. احنا لينا مذاقنا بالصلاه سيدنا محمد وال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وازواج سيدنا محمد يعني كل حاجه خاصه بسيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كويس الشيء بالشيء يذكر. ثم نعود الى انا عاوز يعني افتتح بدعاء سيدنا النبي اللهم اني اسالك من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا والاخره. من اليقين. اليقين اليقين سيدنا وكيف لنا باليقين يا مولانا؟ وانا هقول لحضرتك. وسيدنا الامام الشعراوي رحمه الله كان يدعو الدعاء ده ويقول اللهم اني اسالك الرضا بقضائك لليقين بحكمتك. يعني كلام العارفين هنوضحه احنا ماشيين دلوقتي في الحلقه كده يعني. لك ما تشاء. لكن واحنا بنتكلم عن الهم انا عاوز ادل حضرتك بقى واقول يعني يعني أزال الله كل الناس عندها هموم فأزال الله عنا وعنكم الهم والغم. آمين يا رب. كلهم دي حاجات جوابات كتير جدا ما طبعناش لكنها بتدور حوالين الله عز وجل أن يكشف عن الناس لإزالة الغم والهم والحزن. وانت سبب يا أستاذ محمود حقيقي ده مش عشان قاعد بس كده أنا دايما أقول الكلام ده سبب في رسم البسمة على وجوه ناس كتيرة جدا وافضل حاجه ده حقيقي ده انا لسه قاري تعليق النهارده ولسه بقول بتكلم دلوقتي قبل الحلقه هذا اعطانيه الله سبحانه وتعالى فماذا فعلت به بقى دي مشكله الحب ده رزق دي مشكله فربنا يساعدك في يا ترى انا عملت فيه ايه يساعدك في الدارين ربنا اللي عارف حد من اجمل التعليقات النهارده استاذ محمود ما اقوله لك مش عارف في حد قاله لك ولا لا قال لك انا بشكرك يا استاذ محمود لانك خليتني احب بلدي ده قاله لي فين في حد كتب في تعليق انا ما بقراش الحاجات دي حد قال يعني كده يعني انا بقرا بس الحاجات اللي فيها يعني تصحيح او حاجات سلبيه حاجات شكر يعني ما فانت لان انا بايظ خلقه فلما اسمع حاجات شكر وبتاع هتدمر خالص فيعني برنامجك هو سبحان الله برنامج كده كوكتيل كده ده مش برنامج ده شيخ احمد ده برنامج الناس صحيح يعني الناس. هو يعني في كوكتيل من البسمه والفرح واحيانا طب قول لي بقى اليقين ده نجيبه منين؟ ما خلينا نبدا بحمد الله ثم ترونها عين اليقين نعم ده الموت صحيح صحيح خلينا نبدا كده بس الاول واحنا بنتكلم في الهم والابتلاء وكلام شوقي البيت الشعر اللي انت حضرتك قلته عن شوقي وربط الابتلاء بالصبر لانه دايما مرتبط بالصبر بالمناسبه كان في اسئله قبل كده خلينا بقى نجاوب عليها بالمناسبه في البدايه اللي هو الفرق بين البلاء والابتلاء الفرق بين البلاء والابتلاء العلماء دايما يقولوا ان البلاء والابتلاء بمعنى الاختبار لكن دايما يطلق كده عند الناس ان البلاء بتطلق على الشر او المصيبه لما تصيب الانسان لكن في النهايه هو ربنا قال كده ولا نبلونكم بالشر والخير فتنه ليعلم ماذا تفعلون صحيح خلي بالك ده اختبار ليعلم هتعمل ايه يا ترى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولكن ألبى وبشر الصابرين طيب وبشر الصابرين من هم دول الذين إذا أصابتهم مصيبة المصيبة في أي حاجة بقى في فقد المال في الولد في الصحة أي حاجة تقول إن لله مش الموت إن لله إن الله وإنا إليه راجعون وربنا أدالهم ثلاث خصال كل خصلة من الخصال دي أفضل من الدنيا وما فيها إيه بقى كمل بقى أولئك عليهم صلوات من ربي أدي الأولى الثانية ورحمة الثالثة وأولئك هم المهتدون فثلاث خصال كل خصلة أفضل من الدنيا وما فيها إحنا في هذه الحياة لابد من الابتلاء وأنا خليني أحكي قصة رمزية هي يعني عشان بس نفهم المدخل بتاعنا كده كان في أحد الناس الطيبين شاف أنت عارف الفراشة وهي الشرنقة بتاعتها عمالة تضرب في الشرنقة عشان تحاول اللي هو الغشاء بتاع الفراشة ده عشان تطلع منه بالجناح بتاعها فهو صعب عليه الفراشة فراح ماسك ايه بسرعة كده راح جايب المقص وراح قصص الشرنقة سهلها كده المهمة سهلها المهمة ده بقلبه الطيب نيته الطيبة دي وراحت الفراشة بدأت الجناح يطلع لكن للأسف شديد عاشت هو عمال يتأملها يوم بعد يوم الجناح بتاعها للأسف عامل زي المكسور كده لم يعن الوقت ما فيش خلاص وهي بقت حاسة ان هي بقت مشلولة مش هي الفراشة كل ده عشان استعجل لان هي اللي بتعمله ده اللي ده نوع من الابتلاء نوع من المصاعب نوع من المتاعب بس عشان تشوفي الحياه تبقى قويه جدا وتعيشي الحياه القصه دي مفادها يا استاذ محمود ان احنا لو قدر ربنا تبارك وتعالى اللي احنا نعيش في الحياه دي بدون متاعب وبدون مصاعب وبدون ابتلاء مش هنكون اقوياء ابدا لابد من مرور على مرحله الابتلاء باي حال اي ابتلاء بقى
عشان دايما نقول المثل المصري بتاعنا ده، الضربه اللي ما بتسيبش بتوجع باين، اللي ما بتكسرش بتقوي بتقوي. شاكرين هيبه لا ستوري بتقوي. فهي ربنا يرضيك يا ست هيبه. امين يا رب. فهي بتقوينا كلنا. فالكلام ده ليه؟ عشان بعض الناس اللي هو دايما يقول هو اشمعنى انا، اشمعنى انا اللي ربنا اصابني بالابتلاء ده، اشمعنى انا اللي انا عندي هموم وعندي ديون وعليا كذا وعندي كذا وكذا وكذا. كل ده لان الله يحبك. يعني شوف، كان احد الله عز وجل لما يقول كده، لما يشوف العبد يرى العبد وقبض ثمرة فؤاده، والحديث يقول ثمرة فؤاده، قطع القلب بتاعه، قطع من قلبي، فيقول الله عز وجل أقبضتم ثمرة فؤادي، وهو أعلم. فيقول بلى يا رب. قال ماذا قال عبدي؟ هو يعني في النهاية عمل إيه؟ حمدك. قال حمدك واسترجع. الحمد لله، استرجع إنا يعني لله وإنا إليه راجعون. فقال الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الإيه؟ بيت الحمد. بعض الناس بيجي البلاء والابتلاء عليها كده بتفرح، بتفرح ليه؟ زي ما المرأة الصالحة لما تقطع صباحها كده فضحكت، فواحد بيقول لها انت بتضحكي والصباح بتاعك اتقطع؟ قالت له شوف انا هأخاطبك على قدر عقلك، على قد عقلك انا هقول لك، حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها. الله. عارف ده اللي هو بيت الشعر اللي هو ايه؟ لئن ساءني أن نلتني بمساءة فلقد سرني أني خطرت ببالك. الله. مش بقول لكم الشعر ده حاجة مش معقولة. قولها تاني يا شيخ أحمد الله يكرمك. لئن ساءني أن نلتني بمساءة، محدش ليه يا رب واشمعنى أنا؟ لا لا، شوف بقى شهود الصالحين لشهود الجزاء من عند ربنا. ده مين الصوفي اللي كتب الشعر الحلو ده؟ ده حاجة حلوة. يعني مش متذكر طيب مين، لكن هو لئن ساءني أن نلتني بمساءة فلقد سرني أني خطرت ببالك. الله. فكانوا دايما يحولوا الجانب المظلم إلى جانب مضيء في حياتهم. والست دي اللي هي زوجة فتح الموصلي، يعني الست دي مرات واحد اسمه فتح الموصلي، أحد الصالحين وأحد العارفين الكبار جدا فتح الموصلي. يعني أنا أتعجب من الست، فكان زوجها كان أخبره إيه؟ فتح الموصلي كان فقير، رجل فقير، فيقول له يا رب لقد ابتليتني ببلاء الأنبياء، اللهم لك الحمد. طب هو عمل إيه؟ كان فقير جدا لدرجة أنه هو كان يقال أنه كان بيجمع ولاده في الشتاء، ما فيش، جعانين عاوزين هدوم للشتاء ما فيش، فكان يجيب الثياب بتاعته أو الكساء بتاعه كده ويجيب ولاده ويجمعهم كده ويغطيهم كلهم مرة واحدة، ويقول له يا رب اللهم لقد جوعتني وجوعت عيالي، وأعريتني وأعريت عيالي، وأفقرتني وأفقرت عيالي، فبأي وسيلة توسلتها إليك. يعني يا سلام. هو يشوف، هو شايف ده كل ده ليه؟ اصل هو فاهم الكلام اللي قاله سيدنا الامام الهروي رحمه الله. سيدنا الامام الهروي ده حد كبير قوي من الصوفيه الكبار. ما اعرفوش بصراحه. يعني اسمه لم يرد عندي. له كتاب يا استاذ محمود اسمه منازل السائرين. منازل ايه؟ السائرين. السائرين. جاب اياك نعبد واياك نستعين، فخلى ما بين اياك نعبد واياك نستعين 100 منزله حتى يصل العبد الى الله. يا ريت ترجع للكتاب ده. طبعا منازل الساري ابن القيم شرحه في كتاب اسمه مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد انا عارف واياك نستعين. ابن القيم شرح الكتاب ده اللي هو ايه كتاب التصوف ده. فدي ما بين منازل اياك نعبد واياك نستعين. فسيدنا الامام الهروي رحمه الله بيقول خلي بالك لما تبتلى لابد ان تصبر. طب يا سيدي هجيب منين الصبر ده؟ قال لك لما تعرف ثلاث حاجات. تمام. اول حاجه اللي هو الصبر في البلاء ده بمشاهدة حسن الجزاء. يعني إيه حسن الجزاء؟ يعني إيه حسن الجزاء؟ كان في حديث كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ليودن أهل العافية يوم القيامة، يوم القيامة أن لو قرضت أجسامهم بالمقاريد لما يرون من ثواب الله تعالى لهم من جزاء الله يوم القيامة. الجزاء يوم القيامة اللي هو سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم تبتم. واخبار حضرتك. فيقول لك يتمنوا اللي هو الحديث بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة كان طب بملاحظة الجزاء ازاي؟ يعني ايه ملاحظة الجزاء؟ اصلا انا عارف ان ربنا تبارك وتعالى ما فعل هذا، احنا اتكلمنا قبل كده اذا علمت ان لطف اللطيف، ويا ريت نتكلم في حلقة عن اسم الله اللطيف بس.
حكي عن ربنا اسم اللطيف لله عز وجل. إذا علمت أن لطف اللطيف لا ينفك عنه أبدا وأن اللطيف لطيف على الدوام صار المنع عين العطاء، يبقى ما منعك إلا إيه؟ إلا ليعطيك. طيب هيعطيني؟ هيعطيك القوة، هيعطيك الضربة اللي ما اللي احنا قلنا ما بتموتش بتقوي زي ما احنا قلنا قبل كده. طيب ما فيش في الدنيا، قال لك بقى تعالى بقى في الآخرة سلام عليكم بما صبرتم فنعم إيه؟ فنعم عقب الدار. الإمام ابن حبان رحمه الله بيروي عشان قلت لكم اقروا القرآن بالراحة، فنعم عقب الدار. الله، يعني حاجة مش معقولة. ده 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 عليها قصة جميلة قوي عشان نعرف عارف. شوف الإمام ابن حبان بيروي كده في له كتاب اسمه الثقات لابن حبان، بيروي بيقول إن في واحد اسمه أبو قلابة، ده تلميذ وصاحب سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك تعالى عنه جميعا يا رب. فواحد بيقول أنا كنت في يوم أرادوه على القضاء، هرب راح الشام، وبعدين هوب راح قاعد فين؟ على الساحل في العريش في سينا. راح شرم الشيخ. فقعد هناك. فواحد بيقول أنا كنت من الناس المرابطين في الأرض دي المباركة دي، فسمعت عن واحد سبحان الله، الراجل ده واحد ربنا ابتلاه في دينه وابتلاه في جسدي، ديني أرادوه على القضاء هرب. طب الحاجة الثانية في جسده ازاي؟ قال لك ايده ما بقاش يتحرك بيها، برجله خلاص، ثقل سمعه وثقل بصره، وما له من جارحة تنفعه إلا اللسان، ويقول الحمد لله. هو عمل يقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فبيقول ايه يعني الكلام ده؟ هل ده الهام؟ هل ده وحي؟ يعني عاوزين نعرف الراجل ده بيقول الكلام اي نعمه، يعني لا ايد ولا رجل وسمعه تقيل وبصره تقيل. فرحت له قال له يعني انا مش شايف اي نعمه تشكر ربك عليها. قال يا هذا، لو ان الله ارسل السماء علي من السماء نارا فاحرقتني، وامر الارض فابتلعتني، والبحار فاغرقتني، والجبال فدمرتني، ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي من لساني هذا. اللي هو الحمد لله، بدأ يشكر ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. لكن بيقول له أدام جتني، شوف أنا كان لي ابن بقاله 3 أيام مش شايفه، فممكن يعني تبحث لي عنه، هو اللي بيوضيني للصلاة، هو اللي بيأكلني، هو اللي بيشربني. فقال له والله يعني الناس ما تمشيش في حاجة، يعني ده سيدنا النبي بيقول إن الواحد لو مشي في حاجة إنسان أفضل الله من أن يعتكف في مسجد سيدنا النبي شهر. صحيح يعني صحيح، وما فيش أفضل من الحاجة بتاعتك. فبيقول فمشيت كده، بيقول ما رحتش بعيد قوي، فوجدت الولد بين كثبان جبال من الرمل، أكله سبع، افترسه سبع وأكل لحمة. فقال طب أعمل إيه طب أروح له أقول له إيه يعني؟ بقول وأنا راجع فقعدت أتذكر قصة سيدنا أيوب النبي الله أيوب طبعا، وربنا قال عليه إيه؟ إنا وجدناه إيه؟ صابرا نعم العبد، وأثنى عليه فقال نعم العبد إنه أواب. وكان مؤدب قوي في قضية الابتلاء مع الله عز وجل. سيدنا أيوب كم لما قال إيه؟ إني مسني الشيطان، ما قالوش أنت يا رب، بنصب وعذاب. قال له طب خلاص بقى يبقى أركض برجلك هذا مغتسل بارد، يجي له الفرج على طول من الله عز وجل. فرح له قال له أنت أكرم على الله أم أيوب؟ قال له أيوب ده نبي. قال له أليس قد ابتلاه الله في آله وماله وولده وعرضه للمارة، كيف وجده ربه؟ قال وجده حامدا شاكرا. قال عظم الله أجرك في ابنك، فقد وجدته بين كثبان من الرمل، افترسه سبع وأكل لحمه، فقال الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصي الله فيعذبه الله بالنار. يعني ابني كان إيه؟ كان طائع لله تعالى، شهق ثم مات، فاضت روحه الى الله. ده الراجل مات ابو قلابه ده. فبقول عظمت مصيبتي، فطب اعمل ايه؟ اسيبه تاكله السباع، ولو قعدت جنبه مش عارف اعمل معاه حاجه. بقول وانا قاعد كده ابكي، فبقول لقيت 4 جايين عليا. فايه القصه؟ قالوا والله القصه 1 2 3. قال طب ما تكشف لنا عن وجهه كده نشوفه يعني. فبقول فكشفت لهم عن وجهه، فإذ بهم من ينزل على عينيه ومن ينزل على يديه ومن يقبل رأسه ومن. يا جماعة أنتوا تعرفوه؟ قالوا آه طبعا. أما تعرفه؟ ده هذا أبو قلابة صاحب عبد الله بن عباس، كان شديد الحب لله وشديد الاتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول خلاص غسلناه، كفناه بالثياب كانت معانا كده، ودفناه والحمد لله. بقول ورجعت بقى تاني الحراسة بتاعتي. بقول وانا قاعد بالليل كده فنمت شويه، خزيتني سنه من النوم، فوجدته في روضه من رياض الجنه
وعليه حلل في المنام، حلل من حلل الجنة وهو يتلو الوحش، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال له مش انت صاحبي اللي كنت يعني؟ قال له كيف وصلت الى هذا؟ قال يا هذا، ان لله تعالى درجات لا تنال الا بالصبر. شو هو ده اللي احنا عاوزين بقى؟ بالصبر عند البلاء، والشكر في الرخاء، مع خشيه الله في السر والعلانيه. هنشرح ده بعد الفصل ان شاء الله. أهلا وسهلا بحضرتكم مرة أخرى مع شيخنا أحمد الملكي. كنا وقفنا عند حاجتين حضرتك هتشرحهم لنا بقى عشان نعرف، بس هو استدعاء الصبر ده حاجة صعبة. صعبة لأنه لما بيبقى الجرح كمان من إنسان قريب، أنا مش بكلم بس عن مصائب الموت لأن دي ملناش فيه حيلة يعني، ولذلك الناس اللي بتخاف من الموت دي لازم تفكر كتير قبل كده، لأن الموت ده ملناش فيه حيلة خالص، يجي وقت ما يجي وخلاص انتهت القصة. إنما ملناش فيه، إنما زي ما حضرتك قلت في الفصل، الحاجة بتعمل حالة صعبة، وبعدين لما يكون بقى قريبك حالته كويسه وما بيسالش فيك، او اخوك خلي بيك، او يتخانقوا على الورث وهم اغنياء، او فدي بتخلي الانسان عشان يستدعي المشاعر الطيبه دي لازم يبقى حاجه يعني صعبه. يعني عندنا هنا ناس بتشتكي من المقربين شكوى مره، وده حقيقي للاسف الشديد. حتى بدات الامثال تطلع يقول لك الاقارب كالعقارب، يعني الامثال بتطلع دي احيانا بتطلع من واقع، لان الامثال كلها بتطلع من واقع، من واقع طبعا، طبعا واقع مر أليم طبعا طبعا. ولما بنيجي قصص رهيبه نتكلم من طول عمرنا يعني، يعني بنيجي نتكلم فبنقول يا جماعه الاقربون اولى بالمعروف، دي متاخده من الشرع الشريف القران. يعني ليه الاقربون اولى بالمعروف؟ لانه بيبقى حنين، هو عارف وهو متتبع اخباره. دلوقتي انت بتلاقي ان بس كمان جرحه ليك بيبقى قاسي. صحيح. يعني البعيد لما يجرحك بتبقى تخفيفه، انما القريب لما يجرحك، فعشان كده لازم تخليه معاك. ولذلك من اعظم القصص، وانت فكرتني دلوقتي، الماساويه ان الواحد فعلا بيحس بالجرح وعمال يتخيل اللي هو نفس المكان ده هيعمل ايه، اللي حصل مع السيده عائشه رضي الله عنها لما خاض الناس في حديثه الافك، ومصطح ابن اثاثه اللي هو ابن خالد سيدنا ابو بكر اللي كان عمال ينفق عليه. يعني دخلته الغلبان، سيدنا ابو بكر كان غني يعني، كان تاجر كبير، ليه مرتب شهري يعني بيديله، ومع ذلك خاض. اسمع بقى وركز في الحكايه دي لانها نزل لها القران. خلي بالك في حديثه الافك، فسيدنا ابو بكر صاحب عليه، يعني هتتكلم في حق بنتي انا؟ يعني حتى لو فرضا يعني تتكلم في حق بنتي انا؟ ده يعني قريبي وانفق عليك. ومش بنته، دي مرات النبي. مش بس بنته، ده حاجه تانية. يعني حبيبه النبي كمان. ده طبعًا هي طبعًا. يعني البنت اللي كان بيحبها قوي رضي الله عنها يا رب. فكان سيدنا ابو بكر ده منع عنه الصدقه كويس، وده خلي بالك سيدنا ابو بكر بيتعامل هنا بالمشاعر اللي هو في النهايه دي مشاعر انسانيه ربنا حطها في الانسان. طبعًا. هو مش ملك من الملائكه يعني. هو يقول والله انا من انفق عليك، ده طبيعه. هو مش هيقدر يخرج من الطبيعه البشريه، ان بعض الناس بيفكروا احنا بنتكلم كده اللي انا اطلعه من الطبيعه البشريه، او انا بقول له انت عندك المرض او عندك كذا، فخلي بالك ربنا لا انا يعني اشكرك انك استدعيت القصه دي. جدا فسيدنا جدا. ابو بكر رضي الله عنه، او الواقعه لانها مش قصه، هي واقعه. ده واقعه، ده فيها لان فيها قران. صحيح. فنزل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لا بنحبه النبي. هو ده. هو ده اللي هو إيه ملاحظة الآية نازلة لسيدنا أبو بكر، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ختمة الآية كده. فقال بلى. قال له بلى نحب يا الله. هو عمل إيه سيدنا أبو بكر؟ هو لاحظ حسن الجزاء اللي هو ايه المغفره، ان ربنا هيغفر له. هو كلام سيدنا الامام العارف وصفح، يعني مش بس تعفو وانت شايل في نفسك، لا خلاص ما حصلش حاجه. سيدنا بالمناسبه في الحته دي سيدنا جعفر، الاثنين مش زي بعض، العفو والصفح مش زي بعض. هنوضحها. طيب. سيدنا جعفر الصادق
الطيار جعفر الصادق اللي هو لا جعفر الصادق الثاني مش جعفر بن ابي طالب احد ائمه حتى الشيعة طبعا هو شيخ امام عند الشيعة كبير سيدنا الامام مالك رضي الله عنه سيدنا الامام جعفر الصادق رضي الله عنه كان عنده غلام كده وكان متصف هو متصف بالحلم سيدنا جعفر يعني فالغلام عمل معاه مشكله يعني حصل مشكله كده فبتاع قال يا سيدي يا سيدي الله عز وجل قال والكاظمين الغيظ نعم نعم قال له خلاص كظمنا الغيظ قال والعافين عن الناس قال له طب خلاص عفونا عنك قال والله يحب المحسنين قال اذهب فانت حر لوجه الله السلام وانتهت القضيه يعني وانتهت القضيه فالعفو غير الايه غير الصفحه لذلك احنا الصفحه يعني بتبدا صفحه جديده يعني خلاص انتهينا لذلك قال فاصفح الصفحه الجميل يا سلام وقال فاصبر صبرا جميل جميل طب يعني ايه فاصفح الصفحه الجميل اللي احنا بقى فاصفح الصفحه الجميل اللي انت ايه مش يقول له فاكر تقعد كل شويه ايه تزله بقى تفكره ما عملش حاجه او الصبر طب ايه الصبر الجميل فاصبر صبرا جميلا ايه هو الصبر الجميل قالوا الصبر الجميل يا استاذ محمود ان هو الذي لا شكوى فيه ولا معه صابر ولا معه ولا مع يعني المرض والابتلاء اللي هو فيه انا صابر بس ما بشكيش لحد عامل زي الشاعر اللي يقول ايه واذا شكوت الى ابن ادم فانما تشكو الرحيم الى الذي لا يرحمه يا سيدي لذلك قال ايه سيدنا يعقوب انما اشكو ايه بثي وحزني الى الله الى الله سيدنا يعقوب قال الكلام ده انما اشكو بثي وحزني الى الله لذلك قال فاصفح الصفحه الجميل قال ايه فاصبر صبرا يعني عنده ابن زي الفل يعني ممكن يشكي له طبعا عنده ابن جامد جدا يعني فسيدنا الامام الهروي بيقول اول حاجه ملاحظه الجزاء اتنين انتظار روح الفرج بقى امتى بقى لابد اللي انت تنتظر الفرج من مين من الله عز وجل وبالمناسبه انا احب ان انا اقول حاجه كده للناس يعني لما نيجي نقرا في قصه سيدنا يوسف سوره سيدنا يوسف كل الناس بتحب ودي احسن القصص بالمناسبه ايوه القران بيقول كده نزلت امتى يا استاذ محمود لا ما اعرفش نزلت ما هو لما قال له نحن نقص عليك احسن القصص ليه بقى عشان يثبت الفؤاد ويخفف عن سيدنا النبي الم البلاء اللي نزل عليه بموت بفقد عمه الحبيب وبفقد زوجه ستنا خديجه فنزلت في العام ده كان يسلي النبي وفي ناس تريقة بيسلي يعني كلمة تسلية من التسلية موجودة في نصوص التشريعات وكده التسلية يعني الترضية بيحكي له حكاية يبسطه بيها صحيح مش تسلية بيخفف يعني عنه الألم بيخفف عنه الألم ده في الكتب بتكتب نوع من التسلية للرسول فنزلت يعني الإرضاء فنزلت سورة سيدنا يوسف وهنا بنقول أي حد عنده هم وأي حد عنده حزن وأي حد عنده كرب اقرأ بس سورة سيدنا يوسف اقرأها نزلت فأزالت الهم خففت على الأقل الهم والحزن اللي كان على قلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسورة يوسف دي فيها مشاعر حلوة قوي وفيها آيات تتكلم عن التربية وبتعالج المشاكل الاقتصادية سورة يوسف دي سورة رائعة جدا صحيح. فأي حد عنده هم أقول له بس روح اقرأ بس كده إيه سورة سيدنا يوسف كده مرة واثنين وثلاثة بيقين كده وإنت إيه ربنا إن شاء الله هيبارك لك إن شاء الله ويرفع عنك أو يخفف عنك هذا الإيه هذا الألم شوف بعد كل اللي عملوه في إخواته عمل إيه بمنتهى البساطة الآية يعني مش معقول إنما أشكو بثي وحزني إلى لا الله لما قالوا له إنك لأنت يوسف ما يعني قال أنا يوسف وهذا أخي ما هو ده بقى اللي أنا سيدنا لا تسريب عليك يعقوب سيدنا يعقوب عمل إيه مشكلة. سيدنا يعقوب لما كده قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون طب لما خد تاني ضاع قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل بس طب وإنت هتعمل إيه قال أنا هنتظر بقى الفرج من ربنا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الإيه الحكيم فهو ينتظر الإيه ينتظر الفرج لما عنده ثقة في إن الله سوف يأتي بالفرج طب لما جه البشير بقى وألقاه على وجهه فارتد بصيرة قال ألم أكن لكم إني أعلم من الله إيه ما لا تعلمون طيب ولما دخلوا على سيدنا يوسف بقى وعمل ها ايه الالي قال لا تثريب عليكم لا تثريب عليكم ما قالهمش بقى انتوا فاكرين عملتوا فيا ايه اللي هو فصفح الصفحه وانا الجميل. بقى هقول لكم ايه وعامل فيه لا تثريب عليكم ما فيش حاجه ما حصلش حاجه اللي هو فصفح الصفحه الايه الجميل يبقى اول حاجه اللي هو ملاحظه حسن الجزاء الامر الثاني اللي هو انتظار روح الفرج من عند الله تبارك وتعالى الامر الثالث اللي هو ان البلاء اللي عندي يا استاذ محمود يهون بحاجتين اثنين ايوه اللي انا اتذكر نعم ربنا
اللي يعني اقعد كده عدد، يقول لك عدد ايادي المنن من الله عز وجل، انا عندي نعمه ايه ونعمه ايه ونعمه ايه ونعم، تلاقي نعم كثيره جدا وانت عد نعمه الله لا تحصوا. فتلاقي البلاء ده بجانب نعم ربنا كقطرات في بحر، فتقول اللهم لك الحمد. الحاجه الثانيه عدد النعم اللي ربنا اكرمك بيها قبل البلاء. قبل البلاء ايه النعم؟ فالانسان بين نعم ماضيه ونعم حالية وحالية وآتية إن شاء وانتظار الله روح الفرج الله. اللي هي مستقبلة دي فيبدأ الإنسان يخفف عنه ألم البلاء. لذلك سيدنا ابن عطاء، وخليني أقرأ الحكمة بتاع سيدنا ابن عطاء الله السجندري، يقول الحكم العطائية هذه حكم عظيمة جدا، حاجتين اتنين جمل جدا. يقول خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك، تشهد فيه وجود فاقتك، وفي الاخر هو يحب ان يسمع صوتك. يمكن انت بعيد عنه لان النعم منسيه، فحابب اللي هو يقول لك يسمع منك وانت بتقول يا رب. فقول له يا رب يا رب. الفاقه دي هي اللي عملها سيدنا النبي، اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، انت رب المستضعفين وانت انا رب. بقى بعدل شويه، ممكن اعدل، انا اقول اشكو اليك بس ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على نفسي من البلاوي اللي واحد بيعملها في نفسه. والله ما تقول ما تزعلش، قول كده، قول انك انت نفسك بتغلبك احيانا، لكن طول ما انت ورا انك تصلحها قطعا. وحديث اخر كان سيدنا النبي يقول كده في حديث رواه الطبراني، حديث سيدنا ابن عباس، ورواه غيره من حديث سيدنا جابر، يقول اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من امري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير. ده فقد سيدنا النبي لله عز وجل الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا. ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عايز أقول حاجة وشيخ الشيخ يصلح لي، هذا هو كلام سيدنا النبي، ليس ضروري أن تقول نفس النص. لا لا لا، مش لأنه مش حتى كلام سيدنا النبي إحنا بنقول أو كما قال. صحيح، لأن صحيح. الكلام منقول لكن أنا ممكن أدعو بكلام اللي طالع من نفس المعنى من القلب، لأن أنت عارف كل حاجة. لذلك أنا غلبان، لذلك الناس أنا مجرم. الناس بتقول مش كده؟ بتقول يا أستاذ محمد، نعم. بتقول خلي الشيخ يدعينا. في حالة الكرب، في حالة الكرب المكروب، المكروب هو أقرب إلى الله من أي إنسان. الله، المكروب، المكروب أقرب إلى الله من أي، المضطر ده، المضطر أقرب، لأن ربنا قال أمن يجيب إيه؟ أمن يجيب مين اللي هيجيب المضطر إذا دعا؟ مين؟ مفيش حد، هو سبحانه، مفيش أمن يجيب المضطر إذا دعا. فأنا بقول للناس أي واحد عنده حالة اضطرار اسأل الشيخ، اسأل الرجل الصالح انه يدعو لك، ماشي، لكن انت اقرب الى الله، لان انت هو ده بقى اللي هو ايه، خير اوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك. تقول له ماليش الا انت بس، يعني برضو ما فيش مانع ان احنا نقول له ادعي لي يا فلان. احنا قلنا ما فيش مانع، لان احنا لا نعلم، ما فيش مانع، ممكن انت تبقى مكروب بس انت اصلا تستحق ضرب مش عارف ايه، انما ممكن لا تعرف، عشان كده لا تزكوا انفسكم، هو فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من التقوى. ما تعرفش اللي ماشي قدامك ده ممكن هو يخبطك دعوه تطير بيك. لذلك لما راح الراجل لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، لما دخل المسجد ولا ابو امامه رجل من الانصار، قال له طبعا كده في وقت من 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 في وقت غير وقت الصلاه، المفروض وقت عمل مش قاعد في الجامع يعني. فقال له مالك، مالي اراك جالسا في غير وقت الصلاه؟ قال يا رسول الله ديون لزمتني ويعني هموم ركبتني يا رسول الله. عارف سيدنا النبي قال له ايه؟ قال له تعالى ندعو لك، لكن قال الا اعلمك كلمات. هو بقى اللي هيدعو ليه، لانه هو يا جماعه في لازم العبد لما يكون في حاله الاضطرار هو اقرب، هو قريب جدا من ربنا، لانه هو بيبكي خلاص، هو في وقت الفاقه دي، انا يا رب انا مضطر، اما يجيب المضطر اذا دعا. طب اقول ايه؟ أولي ويجعلكم خلفاء الأرض. سبحان الله، الآية ماشية الترتيب إزاي؟ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء. نعم، ها إله مع الله، دي سورة النمل. لا إله إلا الله، سورة النمل. نعم صحيح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل
إذا أصبحت وإذا أمسيت، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن يا رب، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول فقمت على طول، ويعني بدأت ألتزم بالدعاء صباحا ومساء، فأذهب الله همي وقضى عني ديتي. طيب أنا بشكرك يا شيخنا، قول لنا الدعاء ده قبل ما نختم. بشكركم، تصبحوا على خير، واسمعوا الكلام الرقيق. قلوبنا محتاجة يعني شوية عمرة، نعمل لها تليين يعني، نلينها شوية. شيخنا صوته جميل وإحساسه يعني صادق. فكل الناس لعل الله يفك القرب إن شاء الله. بس نصيحة، ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه هو المبلي. الذي ابتلاني هو ربي، فهو أكرم، فهو الأكرم، أكرم من أب أن يبتليك فيؤذيك، لكنه يبتليك فيختبرك. صار المنع هو العطاء. نعم نعم نعم. ندعي بقى دعاء لسيدنا النبي اللي أنت قلته عليه الصلاة والسلام. كم قدامنا قد إيه ممكن؟ هو اللي أنت قلته ده بس. لا يا خلاص. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وآله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم آمين. صباح الخير.